صباحكم بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، وبتمنى تكونوا كلكم بصحة منيحة. رح كون معكم اليوم استثنائيا محل زميلتي ساشا دحدوح لمدة ساعتين من الوقت بصباح اليوم لنحكي عن آخر مواضيع الساعة مع ضيوف من كل المجالات ضمن فقرات عديدة ومتنوعة. وهلأ منبدأ أولى فقراتنا لليوم بحركة المرور مع المؤهل الأول محمد معتوق. مؤهل أول محمد معتوق، صباح الخير. إيه صباح الخير، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شو بتخبرنا اليوم عن وضع الطرقات بلبنان؟ يعني حتى الساعة حركة سير شبه عادية، يعني ناشطة على مداخل مدينة بيروت منطقة الجنوب داخل أنفاق ناشطة لوزيع الكوستا برافا، وكذلك الأمر الخط الجاي من الشمال لأن منطقة جيل الديب حطر الكارنتينة كمان حركة ناشطة دون توقف. خط نازل من جبل حركة شبه عادية داخل العاصمة وبضواحي العاصمة حتى الساعة حركة عادية، وأطرات جبلية سيركة أمام جميع السيارات ما عندنا أي عوائق تسكر تعيق حركة السير أو أقفل أي طرقات. هذا بالنسبة لحركة السير دون بيروت وضواحيها. الحوادث خلال 24 ساعة الماضية سجل عندنا للأسف 8 حوادث نتج عنهم 7 جرحى وقتلين. السرعة زائد الرادار سجل عندنا 869 محضر سرعة زائد داخل 24 ساعة الماضية. أكيد نحن عبر شاشتكم من ناشد المواطنين وخاصة الشباب التأيد بسرعة المحددة على الطرقات العامة وعدم التلهي بالهاتف أثناء القيادة المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن دائما تواصل مع المواطنين على خط السيخ 1720 أو 112 غرف عمليات كل المريخ الموجودة بالمناطق لتلقي الشكاوي أو الاستفسار عن حالة الطرقات. هذا كان كل شيء حتى الساعة. شكرا لك مؤهل أول محمد معتوق. وهلأ بننتقل لبرج اليوم مع جمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 29 نيسان وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار ومثل العادي مع مولود الحمل. عزيزي مولود برج الحمل رح تنتقل من مرحلة الإحباط المهني إلى مرحلة الشعور بالرضا، والفلك عم يتحدث عن تجربة ناجحة بانتظارك ومشروع سفر عم تسعى لتحقيقه. وأما عاطفيا لربما تتعرض لموقف محرج مع الشريك بسبب أحد الأخوة أو المقربين منك. مولود برج الثور تبدو حريص على التعامل مع محيطك المهني بالأسلوب الروتيني، ولكنك مضطر للتماشي مع التغيير حتى ما تبقى بمكانك بدون تحقيق أي إنجاز. وأما عاطفيا تبدو متقبل وجهات النظر بتحريك مشاريع مشتركة بينك وبين الشريك. مولود برج الجوزاء تبدو مضطر لحسم موضوع قانوني أو مهني بدل من ترك الأمور معلقة، والفلك عم يتحدث عن تغييرات مهمة مختلفة عن التغييرات السابقة بكل جوانبها. وأما عاطفيا تبدو رومانسي جدا ولكنك عم تخفي مشاعر بسبب الأزمات يلي عم بتحاصرك. مولود برج السرطان عم تسعى لمعالجة قضية أو مشكلة مع إحدى المراجع المختصة بالإضافة لمتابعة صحية. وأما مهنيا يبدو أنك أمام وجهات نظر جديدة ومهمة لألك. وأما عاطفيا تبدو مشاعرك متناقضة مع الشريك بدون أي سبب واضح. مولود الأسد عم نشوفك مشغول بتحسين ظروفك المالية وما رح تتراجع عن مبدأ عمل إضافي أو جزئي بأسرع وقت. وأما عاطفيا ابتعد عن الدخول بأي جدال مع الشريك على مواضيع غير أساسية. مولود العذراء توقع مبادرة مهنية أو مشروع مرتبط بأحد المقربين منك رح يساعدك على تطوير خطواتك المستقبلية في العمل. وأما عاطفيا مغامرة عاطفية جديدة للعازبين وتصحيحات لبعض المواقف للمرتبطين. مولود الميزان من الضروري الاهتمام بوضعك الصحي على صحة السلامة مثل ما بيقولوا. وأما مهنيا رح تلتقي بأشخاص رح يشجعوك على التغيير وكمان تطوير نفسك في العمل. وأما عاطفيا رح يدعمك أحد الأصدقاء في تهدئة الأجواء المتوترة بينك وبين الشريك. مولود العقرب رح تنجح في محاصرة بعض النوايا يلي عم بتحاول إزاحتك من موقعك في العمل، ولربما تتفاجأ بقرارات غير متوقعة تعقد الأمور أكثر. وأما عاطفيا تبدو غير متقبل أسلوب الشريك معك وتحكمه باستقرارك. مولود القوس تبدو مهتم بتعزيز حضورك مع بعض المسؤولين في العمل، والفرص مفتوحة قدامك للدخول بمجال جديد أو للانتقال إلى جهة بعيدة. وأما عاطفيا رح تبدأ بعملية إصلاح لوضعك العاطفي بأسرع وقت. مولود الجدي لربما تتوسع الخلافات داخل محيطك المهني وتتخذ طابع أكبر من حجم الحقيقي بالإضافة لاهتمامات مرتبطة بأحد أفراد العيلة. وأما عاطفيا لربما تستنجد بأحد أفراد عيلتك لحل حالة خلاف محتمل مع الشريك.
مولود برج الدلو بانتظارك تجربة مهنية سريعة رح تعوضك عن الفراغ المهني الضايع ورح تكون نتائج مهمة لألك. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن ازدواجية عاطفية قد تضطرك للتخلي عن علاقة منهم. واخر الابراج معنا مولود الحوت يلي كمان بنقول له توقع تاجيل لبعض المواضيع المتفق عليها بمحيطك المهني، ولربما يحصل سوء تفاهم مع احد الاطراف على بعض التفاصيل الصغيره بالاضافه لورشات عمل رح تنشغل فيها. واما عاطفيا رح تدعمك العلاقات الاجتماعيه في تحسين وضعك العاطفي. هذه كانت اخبارنا وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. بلاقيكم بكره بتوقعات جديده، ضلكم بالف خير وباي باي. وهلأ مننتقل لفقرة على الموضة. صباح الخير، اليوم بدي أقول لشخصين معي بالاستوديو، شانتال أزي يلي هي فقرتها على الموضة مثل كل جمعة تعودتوا تشوفوها. اليوم معنا ضيفة مميزة هي المصممة الأزياء اللبنانية أورور عز الدين. أهلا وسهلا فيك. هاي. أنا وشانتال كتير مبسوطين أنه أنت معنا اليوم. أنا كمان مبسوطة. وهيك منورة بالأخضر الحلو. أمل. الأمل. شانتال، شو بدك هيك تخبرينا اليوم عن ضيفتك أورور يلي بنعرف أنه هي تميزت بالخط الخاص يلي أخذته، إن كان بالعبايات الحلوة يلي بتعملها وإن كان المجوهرات يلي يعني منحتار مع أورور شو بقى نحكي. العبايات والتياب بعقده والمجوهرات كمان بعد أحلى. رح أترك لك هيك شوي المساحة لإلك. أنا اليوم نقيت عادة بنحط سلايدز لنشوف صور لنحكي عن الترندات، اليوم بدنا نحكي عن شو منزلة أورور من عبايات ومجوهرات. يعني بس تشوفوا حدا لابس عباية مميزة أو حاطط بريشس ستونز أو مجوهرات هيك عربية فيري ستايلش بتعرفوا إنه هيدي أورور، لأنه عندها خط خاص وستيلها الخاص، وكثير قليل تلاقوا ديزاينر عنده ايدنتيتي بهالايام. خلينا هون بس نسال شوي أورور، كيف اذا بدك اخذتي الفكره انه انا بس بدي فوت بهيدا الخط ونقيتي العبايات تحديدا؟ العبايات والمجوهرات اللي هي يمكن بتترافق معه. رح كمل على شو كانت عم بتقول شانتال، انه ايه اخذت خط لإلي لحتى بس تطلعي، ونشكر الله يعني وصلت له انه بس تطلعي مثلا بحدا دغري بيعرف انه هدول لابسه من عندك، انه اوقات كثير بيطلعوا مثلا على التلفزيون بدقوا لي انا كنت اكيد انه لهيدي فلان لابسه من عندك. بقى هاي شغله كثير مهمه انه يكون عندك خط لإلك، يعني الناس بس تطلع بالجولري تعرف انه هدول. كثير مهمه وكثير صعبه، يعني كل الديزاينر بتعرف قديه صعب تقدري تلاقي ايدنتيتي، بتاخذهم سنين ووقت تصيري انت بس تطلعي بالقطعه تعرفي انه تاخذ هويه معينه للمصمم الازياء، تصيري تعرفي على النظر بس انه هيدي القطعه تابعه لهيدا الشخص. ويمكن هون هل هيدا الشيء من حبك للمجوهرات هيك بلشت؟ هو يعني اكثر من حب، يعني انا عشق هيدا المجوهرات، خلص بتحسي انه بدمك وكل قطعه بتحسيها اتس يور بيبي. يعني انه مثلا اوقات بيقولوا لك اي احلى هيدا ولا احلى، شو ما بقدر اقول، سألوا حدا غيري انا ما بعرف. شو بكون عاده مصدر الوحي لتعملي ايتمز معينين، قطع معينين من المجوهرات بس نزلي كولكشنز؟ حسب شو بتختاري البريشس ستونز وبتعملي الديزاين؟ لك اول شيء يعني انت بتعرفي انا دائما بجيب يا حجار بالوان يا قطع قديمه يا موزايك، يعني دائما في سنترال بيس. هلا الحجره ولا القطعه هي اوقات تعطيك فكره، يعني بتتطوري انت من وراء الحجره ولا القطعه. وبعدين ما تنسي في ترند، يعني بدك شوي ما تكون انت هالقد اختي خط لحالك، انه في قصص دارجه، في شيء ما كثير بلحقهم على الاخر، بس انه كمان لازم نشوف هذا اللي كان بدي اساله، لانه بس شفت الكولكشن العبايات لاحظت انه في كثير من الترندات اللي دارجه موجوده عند أورور بالعبايات، الكاب، الاوف شولدر، القصص اللوس، حتى الشميزات اللي عملتهم هالموسم هيك فانكي. رح نبلش نشوفهم سوا. خلينا نبلش نشوف الصور وهيك بنصير نعلق عليهم تباعا. هون من الكولكشن الجديده صح؟ هولي من الكلاسيك اذا بدك على طول موجودين، يعني لهلا، يعني امبارح مثلا
بعده بينطلب منهم، هيدول دائما بيكونوا موجودين. ليه؟ لانه سورتو الاوف وايت والجولد دائما بينطلبوا اذا في خطبه، عرس، حنا نايت، عرفتي بقى، لانه اللون بتحسيه هيك مناسب له، مناسب لهالمناسبه، وبيحلوا يعني بيعطوا ضوء هيك، بيعطوا ضوء اكزاكتلي للوجه ولل يعني بهيدي الليله يمكن بيكون شخص هو عباله انه مثل ليله العرس يعني، مثل يضوي بيروح لهدول. حلو انه منهم موديلات كلاسيك على طول، في عندها شيء بالقصه، وكل سنه بنغير يعني، انه بنزيد قماش، بنغير، بنلون. هول اللي كنت عم بحكي عنهم، الشميزات الفانكي وكثير الالوان، هول اللي دارجه يعني، الاخضر اللي لابسته، اللي لابسته كثير دارج هيدا الموسم، ودارجه البسيون مع سنيكرز وتشانكي بوز، كل وقت عم نحكي قد ايه دارجينها. مزبوط، يعني انا بحب مثلا مثل هيدول الفساتين وايفن الثانيين، اذا لبستيهم مع سنيكرز بيعطوا لوك، اذا لبستيهم مع صندال بيعطوا لوك ثاني، ومريحين وكمان فرحين يعني. نقيت الوان قويه هيدا السيزون يعني، حتى العبايات اللي بتحب الالوان كثير، حتى العبايات اللي شفناك انت لبستيها، وفي صور كمان شفنا إلسا أهوجي الفاشن بلوجر بتحب كل رمضان تلبس لك عباياتي. تماما، ايه عم نشوف الالوان اللي كثير البوب كولرز اللي دارجين هيدا الموسم. مزبوط، هلا انت بتعرفي انه البينك كثير موضه، والحلو حلو على الوجه يعني، وبعدين خلص انه وقرار. كيف بتقولي انه انا بدي امزج هالالوان سوا؟ يعني هون عم نشوف ازرق مع موف مع جرأة. بتقولي انه بتحطيهم هيك، بتقولي لا، او اليوم على بالي اعمل شيء جديد يمكن ما حدا مزجهم سوا، وقد ايه العالم على بالي اعمل شيء جديد؟ مش بس هيك يعني، هلا وقتها بكون عم بخلط الوان يعني، بكون مثلا حاسبين بالمحل معي حدا، لا معقول تحطي هيدا مع هيدا؟ انه ايه، انطروا وشوفوا. لا انه وكيف بتكون ردة فعل الناس على الشيء الغريب؟ بحبه. ايه، ما يعني ما الناس كمان مش معناتها انه ما بعمل اسود، ما بعمل الوان هيك سيف انه بترضي الكل، لا، بس اذا انا بتجي لإلي انا نقي الالوان القوية. ايه، فرح. حلو، يلا خلينا نكمل بالصور يلي محضرت لنا اياهم شانتال. اوكي، هول الصور اللي كنا عم نشوفهم، وعم نشوف الاورانج كمان هالسنه شانتال، وقرار قد ايه في كثير اورانج. ايه، في كثير اورانج، زهر، فوشيا. بتخيل يمكن لانه هيدي السنه العالم مرق بكثير فتره صعبه، يعني نحن بلبنان يمكن اصعب، بس هي ازمه كانت عالميه نوعا ما. بتشوفي انه كل المصممين الازياء اليوم فشخ خلقهم بالالوان. مشان هيك عم اقول لك فرح انه ايه، بكفينا اشياء صعبه يعني، وزعل على القليل نطلع هيك بشي الوان. بعتقد هالصيفيه لازم كل عروس تلبس فستان احمر وملون كمان على هيك تغير عن هيدي السنه. اوكي، هون عندي سؤال قرار، عم شوف كمان انه العبايه منا كثير حتى ستيل عبايه، يعني فيها تكون لا فستان. ايه، مزبوط. وهيدا الشيء بشتغل عليه، انه اليوم بقلها للزبونه انه اليوم انت عم تجي بتشتري عبايه عم تلبسيها برمضان، بس انا بذات الوقت بدك تلبسيها بعدين، انه مش بس تلبسيها لبسه وتحطيها بالخزانه، ضل تستفيد منها حتى بعد شهر رمضان المبارك، انه تقدر تلبسها يمكن بيومياتها على البحر بحيلا مكان مزبوط. ممكن تكون رايحه عليه. هيك بقول لهم انه اليوم مثلا هيدي فيك تلبسيها هلا برمضان، بسحور، بشيء، وبعدين فيك تلبسيها ببحر، بسفر، اذا رجعنا سافرنا يعني شو ما كان، لو بنروح كسدورة على المطار بروح على المطار هون شايفين شباب عم نشوف عبايات رجاليه كمان، مش بس للسيدات، وعندهم اللوك العربي كثير، عندهم لوك ملوكي يعني، بحس اصعب عبيت الشاب من السيده. هذا سيف نبيل لابس العبايه السوداء وقتها بالكليب تبعوله، كمان اخذت كثير سكسي. بعدين شايفين كمان الشاب لابس كمان، والكوبل اذا انتبهت المراه والرجال كيف عاملتيلهم هيك
زيت التون. هون التفاصيل صعبين كتير صح؟ تقدري تعملي هيدا الامبرويدري العربي التطريز على العبايات. هيدا كمان خط انا اخذته بالعبايات. انت بتختاري يعني شو النقشه اللي بدك ترزيها على العبايه؟ هلا في نقشات بازيك للمعروفين للعربي، ومنزيد شيء مننقي شيء لانه تقليد ما بقول لك يعني. بقى مش هيك بنضل منغير. يمكن هيدي الزخرفة العربية يلي نحن نعرفنا فيها، يعني إن كان أيام قبل الملوك والأمراء وحتى لليوم يعني، وحتى الزخرفات بالبيوت يعني نحن بنعرف قديه هي موجودة وحلوة كتير. قرار قديه الشباب يتقبلوا؟ ايه، لانه في فرق شوي حتى مثلا بين دول عربيه يمكن معتاده على هيدا النوع. مزبوط. من اللبس، وعندنا منه كثير يمكن شيء امر طبيعي او بنشوفه كل يوم على الطريق، مش انه زي بينلبس كل يوم. لا، الشباب عندنا مش معودين. يعني انه انا بصراحه كنت بيعون بس يبقى في سحورات يعني بس على رمضان، وينبصوا فيهم يحبون. وفي كمان يلي مثل ما قلنا بالحنة نايت مثلا بالبقاع بمحلات معينة، لا هوليك الشباب يلبسوا يعني مش بعيدة عنهم انه يتقبلوا الفكرة. هلا نحن كمان يمكن لانه بعدنا شوي عن السهرات والقعدات، بس اخر فترة قبل ما ننحجر كنا كثير نعمل حتى كتير سهرات عندها نوع من تام يعني موضوع معين عربية كثير اعراس كثير كانت دارجة اخر فترة. ايه، حتى كنت عم خبرها لشانتال يعني اخر كم سنة مثل هالايام ما مننام يعني بتكون عم تفكري مين بدك تلبسي شو بدك تلبسي وكيف كيف بدك تلحقي. كنا كثير يعني قبل ما هلا هيك ننحجر اخر كم اربع خمس سنين كثير شي بزعل، بس انه على امل انه بالنهايه انا مأكدة انه هيدي الفتره الله راد وبدنا نرجع لحياتنا الطبيعيه. هيدي من اجمل العبايات اللي شفتها هيدي السنه، لانه بتحسيها منا يعني قصتها بتلبق للكل وترندي بذات الوقت. انا حبيت القبة، حبيت الالوان بالنص. هيدا الترند اللي كنا عم نحكي عنه، يعني هون القبة مثل ما دارج القبة العاليه هيك البليسي، عندك البيدز الشك الخرز والابيض اللي هو بيلبق للكل والوسع. يعني هلا ألسا لأنه هي شاطرة بتعرف هو إذا هي عملته سانتور ربطته، بس هو شريريب نازل فرجت أنه بينلبس فرجت أنه بينلبس مع خصورته للشخص أو فيها اللي ما بتحب تخصور فيها طفلته. حتى كيف لبسته مع الساك حلو، يعني هو الساكات كتير دارجين القش والخشب هذا الموسم كتير دارجين، بتحس ريحت العين وخلتنا نركز على العبية لأنه لبست ساك من نفس الروح. وهي بتحس العباية شوي كأنه جاية كأنه شميز طويلة هيك. مزبوط. يعني هيدي يلي كنا عم نحكي انه فيك تلبسيها برمضان وفيك تلبسيها برات رمضان. هيدا الشيء يمكن البوزيتيف اليوم انه الشخص يقدر يستفيد من القطعة لبعد شهر مزبوط. رمضان. هون عم نشوف رابعة من اكثر الاشخاص اللي بيلبق لها تلبس العبايات الاورينتال. هول العبايات انت بتكوني خصيصا عملتيهم لحلقات رمضان او بيكونوا من الكولكشن؟ رابعة هي صاحبتي واختي ويعني حدا كثير مميز لإلي، كان عم بالها تطلع بالبروجرام تبعولها باول حلقه هيك قالت لي شو عندك، مع انه هي رابعة بتعمل يعني صارت عبايات بدها شيء سبيسيال تطلع وتضوي، وهيدي طلعت فيها لاول حلقه وضويت. مزبوط. لوك يعني رابعة اصلا كمان عم نوجه لها تحيه كثير كبيره، وبعرف انه هي عم بتمر كمان بظروف صحيه لزوجها يعني زاهي، نتمنى انه له الشفاء العاجل يا رب وترجع على الشاشه منوره مثل دائما رابعه، لانه فعلا اطلالتها اطلالات ملوكيه لانه عندها الشكل الثقيل. رابعه حدا يعني كثير بيلبق له العبايه صح،
صح يعني بالبقى لانه ميزج الشكل الاوروبي مع الشكل الشرقي كثير البقلق و... جسمها بيساعد والالوانها جمالها بيساعد صح بقى كثير حلوه هيدا الاطلاله هون عم نشوف المجوهرات ايه هون نطينا ايه عم نشوف المجوهرات انا الموف ما قدرت ما نحطه لانه من اجمل القطع اللي شفتها وكمان شفنا هذا الموسم كثير مشاهير لبسوا مجوهراتك وكلهم مثل ما انت قلت الوان قويه حلوين الالوان بتحسي قد ايه بتحسي اهميه المجوهرات عند السيده يعني ضروري ضروري تحس انه مش ممكن قرار ما فيها تشوف سيده لابسه هيك كل ثيابها ناقصه يعني لو قد ما كانت لابسه وما حاطه جولري رايي يعني هيدا انا بشوفها ناقصه عرفتي كيف مع انه بالعكس يعني فيك تكوني لابسه فستان سامبل اسود ولا ابيض وتحطي ستيتمنت جولري هيك قطعه واحده حلوه خلص ما بقى يهم انت شو لابسه يعني اذا تقلت الجولري خففت الثياب بتقطع بس اذا انت كنت كثير لابسه ومزبطه او مانك حاطه شيء هلا انا عندي ضعف كثير كبير عن المجوهرات يعني انا ما في معروفه لا هو الضعف المراه كل كل مرة. تقريبا كل النسوان يعني اخر فتره بلشت شوي السيدات يبعدوا يعني انا هيك تحس مثلا حتى انا اذا بكون عم صور شيء بيقولوا لي لا مثلا ما تحطي حلق احلى انا بحس لا كيف ما احط حلق انا بحس انه الحلق مثله مثل الثياب بضوي الوجه ببين المكياج كان دارج المينيمال لوك كثير كان دارج انه قد ما فيك تكوني سامب بس هالموسم حتى مع الكوتور ومع الفساتين السهره كان دارج كثير تقوي يعني اكثر ايتمز دارجين هن المجوهرات اللي بتعملهم قرار الاشياء البولد الستركتشر كثير ظاهره الكبار صح اكثر من القطع الناعمه والصغيره اللي كانت دارجه قبل يعني حتى الفساتين القويه اللي كنت بتحس انه بتنقي لها قطعه ناعمه هذا الموسم دارج حتى لو قد ما كان في شك يكون في حلق قوي يكون في اكسسوارز كثير ظاهرين باللوكات تعجيق شوي يمكن صار دارج التعجيق دارج شفنا كمان كثير يعني نحط كذا كوليه وتشين برقبتنا دارج اللايرز ايه يعني وقتها عم نحكي على الناعم لايرز ناعم 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 بس لهون صح يعني عرفتي قررت كيف بتنصح السيدة بتجي لعندك مثلا بتقلك انه انا عبالي البس جولوري معينة هل انت بتطلع على ستيل السيدة لونها كيف بتنصحيها لك هلا اول شيء في كتير مش كتير يعني بس انه في بيجو بينقذوا بشوفوا قلت لا ما بلبس هيك لا ما بلبس حلق لا لا اي لا انه عرفتي انه بيكونوا معودين على ستيل معين بس اخر الزيارة بتكون تنتزع حلقة تنتزع كون اخدي اكبر حلقة واكتر حلقة معجبة كله عادي يعني اليوم بدك تخليها تنط من تنقول حبة لولاية صغيرة ولا حجرة صغيرة ولا لحلقة كتير كبير ستيب كبير لألا بس بعدين بس وقتها بتحطها بتحط الحلقة او الخاتم او اللي هو بتشوف حالها على المراية بتشوف انه حليها عرفتي انه الالوان بتحلي بتزيد شيء حلو بتقتنع صح ويمكن هون اهميه مصمم الازياء بعلاقته مع يعني كثير مهمة اول شيء ما فيك تجبريها انه لا بلا بدك تحلي ما بدها شوي بدك تقنعيها بتقولي لوجهك بعدين ما تنسي انه كمان مثل ما قلت حضرتك هلا انه يعني وجهك غير وجهها غير وجهك كل حدا الالوان الفورمه الوجه مثلا والدينين في منهم لازم ضروري يكون الحلق بومبي لانه بيكونوا دينين وراجعين شوي لورا اوكي هيدا الشيء بدك تنتبهي له حتى بالحلق ستايلينج نحن بننسق بالثياب يعني مثلا في حدا تنقول بتحط الحلق ما بيبين بيرجع لورا لانه دينيا بيكونوا شوي راجعين سو بدك دائما تلاقي لها شيء بومبي لا يبين الوان شعر قصه رقبه وزيت الشيء على الخواتم قرار يعني عم يلفتني نظري الخاتم اللي انت حاطتيه يعني كثير حلو قلت لها ما بدي ما اطلع انت عم تحكي ما فيك ما تطلعي ما بتعرفي وين تطلعي اصلا لانه لون الدرس بطير العقل اسم الله شعرها كمان كثير اوريجينال وهيك لونه غريب وبتطلعي على الخاتم
كمان الخواتم ذات الشيء، يعني اليوم في ايد بيلبق للخاتم الكبير. هلا في كثير بيفكر انه لا انا ما بيرح لي ايدي صغيره، لا مش مهم ايدك صغيره. في ستايل كمان انه لو ايدك صغيره فيك ممكن مش ضروري تحطيه هون تحطيه هون تحطيه هون، كله له حل. مش بدكم تلبسوا حلق كبير وخاتم كبير ليبينوا انه من عند مصممه الازياء قرار عز الدين. بدي اسالك سؤال اخير اليوم عن العبايات، هل العبايات والستايل معين بيكون في كثير يمكن سيدات ببيوتهم او بنات صغار عم يسالوا انه مثلا في عمر معين بتعملي عبايات مثلا للمذر دوتر يمكن ام وبنت؟ في للسنه ونص. شو حلو كثير. وهيدا الشيء يمكن فكره اليوم للاشخاص اللي يمكن بدهم يهدوا شخص او دائما بنعمل للام وللبنت من زمان يعني، وحتى بنعمل كمان للاعراس. اوقات بيكون مثلا عرس برا بيكون العائله كلها لابسه، يمكن عائله لبنانيه عباله انه تعمل عرس برا رايحين برا او معزومين يعني مغرب او هيك بلدان بيلبسوا هيدا. بتعرفي الحلو انه حتى الاشخاص اللي ما بتحب العبايات وما بتحب المجوهرات الكبيره ستيلها بخليك تحبها. يعني انا من الناس اللي بتحب تلبس عبايه، بس العبايه اللي شفناها على ألسا او الخاتم اللي هي لبسته بتغير لك شوي رايك، لانه صح. عندها تيب معين بتحب انك تجربي. يمكن هون شانتال بيرجع مثل ما سبق وقلت دور مصمم الازياء، لانه عنده نظره بيكون الشخص العادي ما عنده اياها، وكرمال هيك هو اشتغل بهيدا الدومين. بقى شو اخر رساله هيك بتحب توديها لكل السيدات اللي عم تحضرنا اليوم؟ دايما ما يقولوا لا ما بحب، يجربوا ويكون عندهم هيك شويه جرأة ويجربوا يغيروا، لانه ما راح يكون شايف يعني فن يعني انه لا 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 ما تقولي لا 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 جربي. ايه الموضه حلوه تجربي فيها على طول، تختبري الوان جديده قصات جديده، ما يطلع ما تضلك دائما بالستيل وانت ماشيه فيه، ولا بالشيء الاعتيادي. انا بدي اتشكركم شانتال ازي ميرسي، وشكر كثير كبير لمصممه الازياء قرار عز الدين، انبسطنا بوجودك هيك يعني من برا هيك كله بوزيتيفيتي ومن جوا احلى. بدي اتشكركم عن جديد، وهلا بننتقل لفقره كلنا لبعض. اي نعم، صرت معي على الخط معي اليوم قصه جديده، قصه الشاب ضياء توفيق العز. صحيح مزبوط. مثل ما عم نشوف ضياء انه حالتك كثير حرجه، بعرف انه حضرتك تعرضت من فتره لحادث سير، خبرنا صحيح. شوي وخبر المشاهدين كيف بلشت قصتك لو وصلت لهون. صحيح، صباح الخير لكم للمشاهدين جميعا. صباح الخير لك، تفضل. انا كنت بالشغل تقريبا شي الساعه 1:30 جاي على البيت، كنت بشهر 2/2018 شباط على جسر كفرشيما، ما بلاقي حالي الا تحت الوادي، يعني في عمود تحت منه في جرم، فبلاقيش حالي الا بعد شي 7 ايام فتح عيوني بالمستشفى، هو المستشفى سان جورج بالحدث. بقول يا ربي انا وين صرت، انا كنت ماشي على الطريق وصرت انا بالمستشفى، بلاقي حالي انه كلي مكسر وكلي دم، ويعني خبريات ما بريدها لحدا، اللي صار فيي ما بريدها لحدا ابدا. والحمد لله اللي قضت معي هيك، وبعد عندي اجري عم بتعالج منها لاجري، صاروا فاتحين لي اجري شي 6 عمليات، وبعد لقدام الخير. ضياء خبرني شوي عن هيدي المرحلة اللي أنت قطعت فيها، هي تقريبا من قد إيه وقت؟ هي تقريبا لحد هلا إلى شي 3 سنين و5 أشهر. 3 سنين و5 أشهر، خضعت لعدة عمليات من وقتها لهلا، لكم عملية خضعت؟ عملت اول شيء جهاز لاجري، حطوا لي جهاز باجري، رجعت 2 بكتافي وايدي، وحطوا لي صيخ وزرع عظم، وبعد في هيدي الماده طالبين اياها، قال لي الدكتور، هو الدكتور بسان جورج اسمه فراس محمد الحاج، هيدي الماده مش موجوده ببيروت، بتكلف بين 8 و10 آلاف دولار،
يعني هذه بتسرع بالنمو العظم العد البطيء. وفرط الضمان بكلف يجي 20 مليون، وانا منه هودي فيش معي 1000 ليره. اوكي، وانت من وقت ضياء موجود بالتخت ما بتقدر تتحرك؟ يعني انت اليوم ما بقدر اتحرك ابدا ابدا ابدا، يعني بروح بالجهد على التويلت وبيجي على التخت، بس اكثر من هيك ما في، لا روح ولا اجي ولا شيء. اوكي، وانت من يعني شو قال لك الحكيم عن وضعك من وقتها لليوم؟ قال الحكيم، قال لي يعني هيدي الماده اذا بيجيبوا لك اياها بالبرة بيمشي الحال. شو يعني هي الماده؟ بتقول هي ما بذكر شو اسمها، يعني هي انجليزي بحطها على الصوره. اوكي، هيدي الماده منيحه يعني قصدي انا ما قصدي شو اسمها الماده، قصدي هي شو هي، عمليه جراحيه لازم انت تخضع لها. ايه صحيح. اوكي، صحيح تنحط صحيح. هيدي الماده باجرك؟ هيدي الماده باجري بفخذي فوق الركبه بالضبط، يعني بلاها ما في لي امشي. اوكي، وهيدي الماده هي العمليه تجرى بلبنان، بس الماده مش موجوده بلبنان، بقى انت لازم تجيبها من الخارج. 100% 100% صحيح. اوكي، وشو هي العائق ماده صحيح؟ يعني هي قد ايه بتكلف تقريبا هيدي المواد؟ هيدي الماده تقريبا قال لي الحكيم بين 8 و10000 دولار. اوكي، والفرق الضمان، الفرق الضمان لهذه العملية، فرق الضمان 20 مليون. اوكي، هون عم نشوف بالصور انه في ايدك كمان متضررة، او هيدي بوقتها هلا انت صرت منيح من بس عندك اجرك؟ انا ايدي هذه اللي هون، في عندي اصبعي هذا النصاني كمان، بعرفش اذا بيني باينه. ايه هذه كمان 6 كسورة، يعني حط فيها سياق بس شلته. اوكي، يعني هلا ايدك فيك تحركها عادي، رجعت، بس عندك المشكله بمنطقه الاجر يلي هي عمليتها ميت اليمين الاجر. اوكي، يلي عمليتها بتكلف من 8 ل 10000 دولار، انت بحاجه لإلهم لا تقدر تجري هيدي العمليه بلبنان، وساعتها ضياء بس تجري هيدي العمليه انت فيك ترجع تمشي عادي يعني، او عندك انا مش طالب الا بالرؤوس البيضاء الكبيره، بتشكرهم كلهم، بس اوقف على اجري تنتج وتعيش وعيش امي، مره امي مره كبيره بشفيها تقوم، وفي ايده يعني وبتعرفوا يعني ضياء دموعك غاليه كثير، وبعرف انه كل يمكن العالم اليوم عم تمرق فترة صعبة، بس كتير مهم أنه نوقف حد أشخاص عندهم يعني أوجاع جسدية، لأنه الوجع الجسدي شو ما كان خاصة بس يكون له حل ونقدر نقوم بعملية لنساعد الأشخاص، مهم أنه نتكاتف. وبعرف أنه في كتير أشخاص أصحاب أيدي بيضاء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك عم تحضرك، وأنا متأكدة أنه رح نقدر نحن وياهم نأمن هيدا المبلغ إن شاء الله ونساعدك. إذا كنت عم تحكي شوي عن وضعك بالبيت ضياء، أنت شاب مبين أنه شاب صغير بالعمر، يعني أنا شاب عمري 31 سنة، ما بتمنى لحدا اللي صار فيي، أنا ما بتمنى لحدا أبدا، اليهودي ما بتمنى له اللي صار فيي، بس بطلب الله بس أن أوقف على إجري، تأوقف على إجري نتج وعيش أمي، بس هذا اللي طالبه من الله، بس من الله وملكه، بقى لي غيركم. ضياء، انت قبل ما تتعرض لهيدا الحادث كنت شاب مثلك كثير من الشباب اليوم، بتشتغل وبتعيل عائلتك صحيح؟ صحيح صحيح. عائلتك المألفة من يعني امك وبيك، يعني حضرتك ما عندك اخوة، انت اللي كنت المعيل الاول لبيتك. صحيح صحيح صحيح. من وقت ما صحيح صار معك هيدا الحادث انت اضطريت انه اكيد توقف العمل بما انه ما فيك توقف على اجريك، وأهلك شو الوضع صحيح بالبيت؟ شوي خبرني يا ضياء. وضع البيت تأثير تأثير، إذا بتجوا حضرتكم على البيت بتقولوا إنه جيت ربكم، كيف فيكم قاعدين؟ كيف فيكم قاعدين بالبيت؟
يعني سوري من هالكلام، يعني اذا دق الباب يعني في ناس، بعد في ناس اوادم تعطينا صحن الطبيخ تتصدق علينا، عاشات ننطر عاش من شهر لشهر، الله وكيلك، يعني بلق عايشين مثل العالم. يعني اليوم والدك ووالدتك محمد، سوري ضياء، ما بيشتغلوا صحيح؟ يعني اثنيناتهم ما حدا عنده القدره انه يشتغل، وانتم عايشين. بي متوفي، له 9 سنين متوفي، مش غير امي. انت وامك عايشين لحالكم؟ صحيح صحيح صحيح. وامك انت يلي كنت تامن كل شيء للبيت، كل شيء كرمال تقدر. طب شو بتعمل امك؟ يعني بعرف قد ايه الوضع صعب، بس انا بدي كمان انه المشاهدين يلي عم يحضرونا كمان امي في ناس تتحسد عليها، يعني تتصدق عليها كمان ب 50,000 ب 100,000، ما لي شيء، يعني انه ما لنا هيدي الشغله المعيبه او شيء، الحمد لله يعني، بس مش مثل اللي طالبه بس اقف على اجري نتج اشتغل وعيش امي وبس، هيك هاي اللي طالبه من الله. يعني اليوم بدي اطلب عن جد من كل المشاهدين يلي عم يحضرونا، بعرف انه يمكن الوضع صعب علينا كلنا، بس مثل ما عم نشوف اليوم بيبقى في قصص عندها أوجاع ممكن بحل صغير أو بمبلغ، بعرف أنه يمكن هو اليوم كتير بالنسبة لإلنا بس وبالنسبة للوضع اللي نحن فيه، بس بضل في أشخاص يمكن الله عطيها أو عندها القدرة أنه تساعد، أو في أشخاص حتى ممكن بمبالغ كتير صغيرة نجمع المبلغ يلي ضياء بحاجة لإله. كل اللي عم يطلبه أنه يرجع يوقف على إجري ليقدر يعيل أمه يلي عايش هو وياها لحالهم، وكلنا بنعرف قديه بتعز على شاب عمره 31 سنة بأول عمره، يعني أنه ما يقدر يوقف ويروح على شغله، وتضطر أنه أمه يمكن تطلب حسنة من أشخاص، أو أنه يكون في أشخاص موجودين هن عم يطلوا عليهم وعم بيقدموا لهم الأقل شيء اللي هو الأكل مثل ما عم بيقول ضياء. يعني بتمنى من كل الأشخاص، عم بمر رقم التليفون على الشاشة لكل الأشخاص اللي بحبوا يتواصلوا مع ضياء، وبعتقد أنه ضياء هيدا خطك اللي عم بدق كتير، وهول الأشخاص اللي عم يتصلوا فيك هن الأشخاص اللي رح يساعدوك إن شاء الله. شو بتحب توصل رسالة اليوم؟ يعني الله يخليكم ويكون بعونكم يا رب، يعني ما لنا غيركم، وبتمنى بالرؤوس البيضاء كثير، يعني بتشكرهم كثير باللي بتساعدني، والله يوفقهم، بس انه اوقف على رجلي، بس مش طالب شيء الا بالله، هيك مر اطلع من هالمرحله السوداء اللي عم مر فيها ان شاء الله يا ضياء. ونحن كمان بنشد ايدنا على ايدك، وبنطلب من كل المشاهدين يلي عم يحضرونا سبا، وقلت رقم التليفون عم بمر على الشاشه، لا تقدروا تساعدوا ضياء يلي هو بحاجه ل 8 ل 10,000 دولار مبلغ ليقدر يقوم بالعمليه الجراحيه لاجره ويرجع يقدر يمشي ويعيل امه يلي عايش هو وياها لحالهم. انا بدي اتشكرك كثير ضياء، وبدي اتمنى لك ميرسي كلكم ذوق يا رب، والله يخليك ويعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه، وبتمنى انه تخف كل اوجاعك وتجري عمليتك، ونحن اكيد انه رح نضل مكملين معك لنعرف وضعك ووين صرت، على امل انه يكون المبلغ تامن وترجع لصحتك ولعافيتك وتقدر تقوم بامك. وكمان من وجه تحيه لوالدتك اللي بنعرف قد ايه كمان بيكون قلبها عليك، وقد ايه هي كمان عم تمرق بفتره صعبه. ميرسي لك ضياء، وهلا بننتقل لفقره كان زمان مع مروه خلف. من كان زمان بدنا نزور اليمن لنتعرف على عادات رمضان القديمه. بالريف ببيض الناس منازلهم بمادتي الجص والنورة يلي تستخرج من مناطق معينة بالجبال اليمنية، وبعض المناطق اليمنية بتستقبل رمضان بما يسمى بالشعبانية أو الشعبنة، وهي عند ثبوت رؤية هلال رمضان بيبدأ الرجال بالمساجد بالتهليل والتكبير وأداء بعض الأناشيد الدينية.
المائدة الرمضانية اليمنية غنية بأصناف من الأطعمة والأشربة يلي تعود عليها اليمنيين بشهر رمضان. هناك وجبتين ما بتخلى منهم أي مائدة بعموم اليمن، هن الشفوت والشربة. فالأولى مصنوعة من رقائق خبز خاص واللبن، والثانية مصنوعة من القمح المجروش بعد خلطه بالحليب والسكر. وهناك أيضا الكبسة والسلطة والعصيدة والسوسي. أما حلويات اليمن الرمضانية فهي خليط من الحلوى اليمنية والهندية كبنت الصحن والرواني. أغلب الأسر اليمنية بتتناول الأطعمة برمضان على الأرض، إذ بتبسط السفرة وبتحط عليها الأطعمة والأشربة، خاصة بالبيوت التقليدية. الشوارع والأسواق اليمنية بنهار رمضان بتكون شبه خالية وكأنها منطقة مهجورة، على عكس ليالي رمضان المفعمة بالحياة. بعد أداء صلاة التراويح بينتشر اليمنيون بالأسواق يلي تتواجد فيها شجرة القات ليأخذوا حاجتهم، ومن ثم الاجتماع بمجلس أحد الأشخاص لمضغ القات وتبادل أطراف الحديث. تنعلم المناسبات الاجتماعية باليمن خلال رمضان كالأعراس والحفلات، فهو شهر توبة ومغفرة، ومعظم اليمنيين بفضلوا قضاء وقتهم برمضان بتلاوة القرآن ومراجعة كتب الحديث والفقه وغيرها. هيدا رمضان باليمن، رمضان كريم. من هون وهنيك مع تيما زلزلة يلي تعودنا نشوفها اسبوعيا لنسمع اخبار غريبه عجيبه حول العالم. زينه كيفك؟ منيحه وانت؟ اشتقنا لك. وانا كمان، صار لي زمان ما طلعت. ما شفنا بعض. يلا خلينا نبلش باخبارنا. يلا. اول خبر معنا لليوم من مصر. بمصر صارت حادثة غريبة مع طفل عمره 10 سنين لما راح مع والده بالباص اللي راجع على البيت، ولكن هني وعلى الطريق نام الصبي، ولما وعي كانت المفاجأة انه لقى حاله على الطريق. ومن بعد ما نقلوه على المستشفى خبروه انه الباص تعرض للحريق، فبيو نزلوا من الباص ليخلصوا يخلصوا حياته من الموت، وهو بيعتبر الناجي الوحيد من هيدي الحادثة. يعني هو صار اكسيدان بالباص، فهو نايم الصبي صار حريق، فالبي نزل خلص له حياته، البي مات يعني، بس ضحى بحياته كرمال ابنه يضل عايش. شو صعبة هيدا القصة، شو صعبة هاي الصدمة على الصبي، انه وامه ووالدته ما كانت معهم، يعني كان هو لا ووالده. بس كل الركاب اللي بالباص ماتوا والبي مات كمان، بس انه شو هالصدمة على الصبي انه حتضل هي بتعرفي عقدة كل حياته، انه بي ضحى بحياته كرمال هو يضل عايش. اكيد، وانه شو صعبة انه اصلا هو قديه صغير بالعمر يوعى على هيك صدمة، يوعى يمكن على دم ويشوف كل شيء حواليه، يعني على امل انه نخلص. ما بعرف الطفولة هالأيام تيما قديه صارت صعبة، كنت قبل نقول أنه أحلى شيء اليوم نشوف أنه بكل دول العالم الأطفال هيك عم يتعرضوا. قبل كنا نقول أنه يا ريت نرجع بالزمن لورا لنرجع أولاد صغار، لأنه قضينا أيام حلوة. هلأ لا، الأولاد عم بيعيشوا كتير قصص فترة مش صعبة لعمرهم، وبيكبروا قبل عمرهم زينة. صحيح، يعني بيعيشوا شيء يعني ما قلن فيه، عرفت؟ صحيح، يعني انكتب له عمر جديد، انكتب له عمر مع جديد. يمكن وضع صعب. بتعرف الأهل بيضحوا بحياتهم كرمال أهلهم، إن كان الأم أو البي، يعني ما بيقبلوا يصيب أي مكروه لأولادهم، فضحى بحاله كرمال ابنه يعيش. يلا إن شاء الله هو يكون عنده حياة حلوة إن شاء الله. تاني خبر من أمريكا. قام الأمريكي ستيف كورتو البالغ من العمر 38 سنة بتأليف كتاب بعنوان But I Know I Love You، أهديه لزوجته بمناسبة عيد زواجهم الرابع، بمحاولة منه ليذكرها بقصة الحب اللي عايشة معه بعد ما فقدت ذكرتها أثناء الولادة. ومن بعد ما قرت زوجته هيدا الكتاب قررت أنه ترجع على البيت مع زوجها والعيش معه، على أمل أنه تقدر تتذكر اللحظات اللي عاشتها بهيدا البيت. إف هي فقدت الذاكرة، صار معها جلطة هي عم تولد، ففقدت الذاكرة ونسيته، نسيته وما عم تتذكر انه هو زوجها، ويمكن ما عم تتذكر انه هي كانت تحب لها وخلفت. بس هيدا الموفي انا حاضره شيء قريب له، القصه كثير حلوه، هو بيكون عم يعمل كثير مجهود ليقدر يذكرها بحاله او يذكرها انه هن عايشوا قصه حب كثير حلوه قبل الزواج والزواج يعني، بس بالاخر ما بتتذكره. هيدا الموفي اللي انا حضرته قريب له كثير. اوكي، ما بتتذكره، بتضل كل ما الوقت ما بتتذكره، بس بترجع بتنغرم فيه من اول وجديد، يعني هو كانه شخص جديد تعرفت عليه، كانه ما بتعرفه وتعرفت عليه من اول وجديد. حلو ومش حلو، حلو انه انت عم ترجع تعيش التجربه حلوه من اول وجديد، عم ترجع تحبه، بس ذكرياتك الحلوه كلها راحت، عم ترجع تعمل ذكريات جديده مع نفس الشخص بس انت ما بتعرفيه. كثير حلو هيدا الموفي على فكره. حلو، يلا على امل انه حلو هيك، يمكن بركي هو بصير يعمل، بصير يعيد كل شيء، ما بده يبتكر. مزبوط. كل شيء عمله قبل
سهلة على القصة، وإذا عنده أغلاط ما كانت تحبها بيصلحها. ثالث خبر من أثيوبيا. قبيلة بود الأثيوبية بتعتبر البدانة مقياساً للجمال، وبيتنافس الشباب لزيادة الوزن، وصاحب الكرش الأكبر هو زعيم القبيلة، ومن حقه اختيار أي امرأة للزواج، بينما بيعتبر أصحاب القوام الممشوق والجسد المتناسق من الطبقة الفقيرة بالقبيلة. هلأ كل شاب عنده كرش رح يمسطيها الخبر. لكن احنا عنا إياها بيقولوا الشاب بلا كرش ما بيسوى قرش، مزبوط. بس هو مش مزبوط بس لنقل لهم يعني. يعني هيك وهيك بالنص، بس هون الكرش كتير كبير كتير زيادة. يعني ما يصيروا يعملوا يتبارزوا مين كرشه أكبر. اللي عنده كرش ماشي اللي عنده الحال. لا وهون اللي عنده كرش هو بيشوف حاله على البنات، يعني عندهم أنه أنا عنده هو ينقي البنت اللي بده إياها. إيه وبتبقى البنت أنه هيدا عنده كرش، يعني هيدا العريس اللقطة اللي بلا كرش ما بيسوى. هونيك البلا كرش ما بيسوى. هون كمان يعني ما بعرف تيما كل لك زينا في عادات غريبة بالعالم عرفت تقاليد انه نحن بنضحك عليها، بس هي بتكون هيدا انه تقاليد عندهم. هلا هو يمكن كمان هيك هيك موجود الكرش وشي مش قادرين يطلعوا منه، ألفوها هيدا قالوا لك هيك ما منصير بقى نتعب لنشيله، عملوا له ايميل الكرش صار الكرش ترند. بس لا هو اصلا معروف انه مش لازم يكون واحد عنده كرش كرمال كمان اسباب صحيه بقى. لا عملوا معروف يعني، يعني نحن عم نمزح. ما عنده كرش ما يشتغل انه يصير عنده كرش يعني. لا ننتقل لاخر خبر كمان من امريكا. طبيب النساء والولادة واتسون اللي عمره 100 سنة هو أقدم طبيب توليد بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعده لليوم بمارس مهنته بشكل كتير طبيعي، ومثل ما صرح لبعض الصحف أنه عمره ما شكل عائق بينه وبين مهنته. فعلى الرغم من وصوله لهيدا العمر المتقدم إلا أنه بعده بيروح على عيادته كل يوم، كما أنه بيستجيب لطلبات الزيارة بالبيوت اللي بيحتاجها المرضى، مشير إلى أنه ما بحس أنه مسن لهيدا الدرجة، وليثبت أنه العطاء ما له عمر. كمان حلو هيدا خبرية حلو. 100 سنة عمره ايه يعني عنده من وين عنده هو بيشتغل بالمستشفى وهيك يعني ما في سن تقاعد. هلا ما بعرف نحن هون بعتقد بلبنان في سن معين بيوصل له الدكتور ما بقى في اكيد يزاول المهنة، بس هو لا هو بعتقد ترك المستشفى، بس هو بياخد هيك مرضى بالبيت هو له. حلو يمكن هون حسب حتى اوقات تيما، يمكن الشخص ذو الخبره هالقد الكبيره، واذا كان هو بعده عنده نشاط فكري قوي وبعده يمكن بغذي هيدا الشيء بالقراءه. وبنعرف كثير اشخاص عايشوا لفترات طويله وضلهم بعقلاتهم، وبنعرف كثير اشخاص عمر صغير جننون. عن جد بتعرفي زينه كمان لما الانسان بيكون عنده شغف بالشيء اللي بيعمله اللي بيشتغله بيعطي للاكستريم. يعني مخرج ربيع عم بيقول هذا اللي بيشتغل مع النسوان بضله شاب بيطول عمره اللي بيشتغل مع النسوان. معك حق ربيع، هو عاده بالعكس، بس انه ايه بس انه كمان هو قد ما بحب مهنته يعني عنده شغف له، وما بيعتبر انه هو كبر بالعمر يعني بيوقف وبيقعد بالبيت. قد ما في يعطي بيعطي. وعن جد زينا العمر ما يعني العمر رقم انا بالنسبه لي، يعني عمره 100 سنه وبعده عم يشتغل، فالعمر انا بلاقيه رقم 100 سنه 200 سنه عادي. صح، هو كل شخص تي ما يمكن بترجع قد ايه هو بحب شغله وعنده شغف. ومثل ما قلت يعني نحن مثلا جيلنا هيدا عم بعيش اشياء يمكن ما بنوصل لعمر يكونوا صاروا عقلتنا نحن هلا وصرنا مجانين يعني عرفتي بقى. يعني الله يعطيه العمر ويضل يقدم خدمات لكثير اشخاص، وان شاء الله نحن كم نتعلم منه زينه يعني. أكيد. حلو كمان هيدا الشيء بيعلم غيره انه العطاء ما له عمر، فينا نضل نعطي 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 بالشيء اللي كثير عن جد بنحبه. مزبوط. وتيما انت عم تعطينا كل جمعه افكار واخبار، شيء غريبه شيء مهضومه وشيء حزينه اوقات بتكون، بس هيدا هي اخبارك لليوم. اخبار بسطت انا شفتك زينه كثير، ان شاء الله برجع بشوفك. ان شاء الله اكيد. كثير حلو الابيض عليك. ميرسي. وانت كمان اسم الله منوره الشاشه. وهلا بننتقل لفقره قصه وغصه. قصتنا الاولى بقصه وغصه لليوم مع العم احمد. عم احمد يلي كان عنده محل يعتاش منه من وراء الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه بلبنان، خسر محله بس قرر ما يستسلم ويفتش على حيالله حل ليقدر يعيل عائلته وولاده السته. شوفوا معي قصه العم احمد. مرحبا عم. خليك هون معروف. خليك اذا بتريد هلا بجيب كرسي وبقعد معك. طارق سويد من الجديد، اهلا وسهلا. تعرفني عن حضرتك؟ ابو حسن مستو من صيدا. ابو حسن مستو من صيدا. كيف عم بيكون الشغل؟ يعني زي هالبلد
كيف؟ ايام عصر وايام يسر. اليوم مثلا لحد هلا كيف يعني الشغل؟ من الساعه 6 الصبح لهلا قنينه مي 1000 ليره عطي يصير الله. من 6 الصبح لهلا قنينه مي؟ الحمد لله. في ايام ما عم بيكون في شغل ابدا؟ يعني في ايه طبعا في ايام ما في يصير فيها شغل، ايام اللي بيكون فيها اغلاق، ايام البلد معطله، طقس عاصف، واقفين بالشارع. حضرتك متجوز عندك ولا ايه؟ طبعا متزوج، عندي 6 اولاد. الله يخلي لك اياهم. الله يخليك. قد ايه صعب لما يكون البي عنده 6 اولاد ومنه عارف اذا اليوم بهالبلد رح يقدر يعمل لهم رغيف الخبز؟ يعني حالتي زي حالة كل هالناس بهالبلد، طبعا هي حالة صعبة. ما كان حدا مفكر انه واصلين لهون. يعني كان عندنا محلات ظهرنا على الشارع، ما عادش قادرين نكفي بمحلاتنا. كنت قبل بمحل؟ اي صح، كان عندي محل هيك صغير عامله بشكل كافيتيريا حد الجامعات، اعمل عصير طبيعي وما كنت اكسبريس وكذا، والحمد لله كانت ميسره وعايشين على قدنا بس مسطوره، ما عايزين حدا. انكسر علينا اجار المحلات، كسر علينا الاشتراكات، كسر علينا اجار البيوت، لانه الاغلاق يعني ضايق كثير بموضوع الجامعات، ما عادش في طلاب، ما عادش في تنزل على الجامعات، نقل ما عادش في، كانت توقف عندي بوسطات وقناه كمان ما عادش في، فاضطريت انه اترك واطلع على الشارع ونسترزق بالطرقات والحمد لله. بدي اقول لك الله يقويك. الله يخليك. رمضان كريم. نعاد عليك. قلت لي انه اليوم بيع قنينة مي. الحمد لله. انا بدي فنجان قهوه. على راسي. وبدي اعطيك هديه صغيره بس لحتى اقول لك انه ان شاء الله نهارك بيكون احلى. هيدي لك 100 دولار. الله يخليك. من فاعل خير. منا مني ولا من الجديد، حب خلال هالشهر الفضيل يقول للناس اللي مثلك يلي بعضهم مصرين وعم بكفوا وعم بكافحوا كرمال يعيشوا ويعيلوا اولادهم، يقول لهم يعطيكم العافيه، يعطيك الف عافيه. الله يخليك. انت بي بكل معنى الكلمه، بينشاف الحال فيك والله يوفقك، وان شاء الله على وجهنا هلا بيكتروا الزبونات اليوم. الله يعزك، الله يعزك. اهلا وسهلا فيك، شرفتوا، رمضان كريم. رمضان كريم. نعم عليك. أبو حسن من الست الصبح لهلأ ما اشتغل إلا بألف ليرة، بطلت قصتنا الثانية لحد هاللحظة ما عملت ولا ليرة، هي أم، هي أرملة، عم بتكافح لحتى تعيل أولادها وتربي عيلتها. تعرفوا معي على قصة أم علي. خليني أشوف المحل جوا. وعليكم السلام. مرحبا. ايه مرحبتين. كيفك حجه؟ الحمد لله. انا طارق سويد من تلفزيون الجديد. يا ميت اهلا وسهلا فيك. في احكي معك شوي؟ ايه تفضل. خبريني حجه كيف الشغل اليوم؟ والله شغل عدم. اليوم اجى لعندك زبونات؟ ولا زبون، اللي فاتحه من 8 وربع لسه ما اجى حدا. ولا زبون؟ ولا زبون. ولا زبون والله. في ايام بتصير انه ما بيجي زبونات ابدا؟ ايه في ايام كثير. ما عرفتيني عن حضرتك. فاتن بلني ام علي. ام علي لاحظت انه المحل كمان فاضي، الرفوف ما فيهم شيء، فاضيين. ايه ما قادر اجيب من ورا هالوضع. ايه هيدول الرفوف كانوا مليانين يعني سكر، رز، عدس، معلبات، كان من جميعه، طون، شاي، كل شيء. هلا مش قادر اجيب اصلا، ما قادر اجيب. منك قادره؟ حضرتك جوزك بيشتغل؟ متوفي جوزي. جوزك متوفي الله يرحمه. طيب. يعني حضرتك المعيلة لأولادك؟ ايه بساعد أولادي، بساعد حالي، يعني الأجار محل وأجار بيت يعني شو بدي أعمل؟ المحل فيه أجار؟ ايه أجار. مكسور عليك الأجار شيء؟ شهرين، هن الشهرين الصعبين اللي هلأ نحن فين واللي قبله. هدول كانوا أصعب شهرين؟ كتير. ايه اسمحي لي اقول لك انه انا بقدرك وبحترمك كثير، ومش بس انا، كل مشاهدي الجديد، انه حضرتك ارملي عم تتعبي وتشتغلي لحتى تعيلي عائلتك وبعمرك وما عم تستسلمي. كل الاحترام لك، نحن بنحترمك كثير، وان شاء الله ان شاء الله بيصير الوضع احسن عليك ان شاء الله. يا رب يا رب. والناس الحلوه كثير ان شاء الله بيرجع تعبها الرفوف كلها، كل المعلبات وعدس. كان عندي 5-6 استندات بطاطا، هلا واحد ويا دوب في كم حبه. وهي دخان كان هيدا كله مليان، ما كنت كان مليان وقيم منهم يعني.
أنا إذا بتسمحي لي بدي أقدم لك هدية صغيرة، هي بس لحتى أقول لك يعطيك العافية. حبيبي الله يعافيك يا رب، الله يبارك فيك. هيدي 100 دولار. لموها الإيدين، الله يبارك فيك يا رب. هيدي من فاعل خير. الله بتدله يا رب. هيدي من فاعل خير حب خلال هالشهر الفضيل يقول للناس اللي مثلك يلي عم يشتغلوا ويسابروا لحتى يعيشوا ويعيلوا أولادهم إنه هو حدهم وإنه الدنيا بألف خير. حبيبي الله يخليكم يا رب، الله يكتر أمثالكم بجاه النبي. إن شاء الله هلأ بتدفعي الأجار وبتعبي شوي من الرفوف. الله يبارك فيك حبيبي، شكرا كثير. رمضان كريم. شكرا كثير حبيبي، الله يبارك فيكم يا رب. قصتنا الثالثة مع باي كان ينطر الشهر الفضيل لحتى يسترزق. بيقول إنه بالعادة بشهر رمضان المبارك ما كان يقدر يحك براسه على كثرة الشغل والطلبيات. هالسنة من وراء الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه وقف شغله وما عم يقدر يسدد لا أجار محله ولا أجار بيته. تعرفوا معي على قصة العم أحمد. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح الله يخليك يا انا رب. طارق سويد على راسي من تلفزيون الجديد. على راسي عند احسن اذاعه الجديد. الله وكيلك. الله وكيلك، ما بتابع الا الجديد وما بحضر الا على الجديد. شو اسم حضرتك؟ احمد عبد الله رطروت. احمد؟ ايه احمد. وحضرتك؟ عمر. عمر، انا كثير بحب اسم عمر. اهلا فيك. بيشتغل عندك؟ هذا ابني. ابنك؟ ايه ابني، طلعته من المدرسة والله، عم علمه مصلحة، ما قادر علمه، ما قادر كفيله، شو بدي ساوي؟ من قد ايه طلعته من المدرسة؟ من شي 4 سنين. كيف عم بيكون الوضع؟ الوضع بالأرض، أنا مثل هلأ ما لازم أعمل هيك براسي برمضان، لازم أكون عم بشتغل، ما في شغل، قاعدين. المحل مقصور على 3 أشهر. قبل بشهر رمضان كان يكون في شغل؟ ألعن، قبل شهر رمضان عقود كورونا ومكرونة ممنوع تفتح. لا لا، برمضان سنة الماضي بقصد، قبل كنت تنطر رمضان. ايه طبعا، ما انا شغلي برمضان يا استاذ، شغلي انا برمضان، وهي هيدي الاكلة اكثر شيء بيطلبوها برمضان. شو هي هاي؟ شو بتعمل؟ هيدي لحمة بعجين حدف، هيدي بترتاق وبتلتف، عرفت كيف؟ بس ما في حدا يا خيي كيلو اللحمة ب60-70 ألف، مين بده يجيب لك حشوة وتسوي له هي؟ مين بده يجيب لك؟ يعني الكيلو بكلفه 100 ألف مع بصل ومع قلي ومع، ما حدا بجيب لها. في أيام بتجي ما في حدا، بسكر وضلنا رايح. طيب هيدي معقول يعني؟ هذا شاب عمره 15 سنة بلا علم مش حرام؟ مش حرام بلا علم هذا الصبي؟ مش قادر علمه، شو بدي ساوي؟ عندك غير عمر ولا؟ ايه عندي بنت صغيرة اسمها حلا. حلا؟ ايه. يخلي لك اياها. الله يخليه لك. كنت عم تقلي مكسور عليك اجار المحل. ايه والله، المحل والبيت والله. كم شهر مكسور عليك اجار؟ 3 أشهر. الله وكيلك. الله وكيلك 3 أشهر. كنت عم تقلي انه مكسور عليك اجار المحل؟ ايه، اجار المحل 3 أشهر واجار البيت كمان 3 أشهر. ما في صاحب الملك يا خيي، في صاحب الملك بقول لك مزبوط معك حق، ما في اشغال، شو بدي اعمل؟ يعني طلعني يرميني برا، ما بطلعني يرميني برا. عم بيتفهمك صاحب الملك؟ عم يتفهمني، شو بدي اعمل؟ وصاحب المحل؟ صاحب المحل والله عم يتفهمني حرام، بقول لي يا خيي قد ما بيطلع معك قصت لي. احمد قلت لي في ايام ما عم تشتغل ابدا، كيف بتعيش؟ كيف بتطعم اولادك؟ يا خيي، خيي بيعطيني مثلا، خيي بيعطيني، بروح ببعث، بنزل بفطر عند امي، شو بدي اساوي يا خيي؟ كل الدنيا هيك صارت. الوضع على الكل. ايه على كل الوضع طبعا. وبعرف انك بتعرف هالشيء، بس عم عد لك اياها لان ضروري كلنا نعرف انه هيدا الوضع علينا كلنا. ايه على كل الوضع، على الكل، الله يفرج. ان شاء الله بتفرج. ان شاء الله يا رب. نحن قلت لي اليوم ما اجى ولا زبون. لا ما في حدا اليوم قاعد. انا اكيد انه اللحمة اللي بتعملها طيبة كتير. على راسي. رح اجيب شوية لحمة ورح اكون انا اول زبون. على راسي، على راسي. هيدا لك، هيدي 100 دولار. شكرا. شكرا. بعرف منا شيء، بس يعني الحمد لله انا بتشكر رزقة الجديد وهالمبادرات اللي عم تعملها للعالم، والله الله يكون مع الاسعد. هيدي من فاعل خير حب خلال هالشهر الفضيل يشجع الناس اللي مثلك يلي بعدهم عم بكافحوا ليشتغلوا، ويقول لهم انه هالازمه رح تقطع، ونحن طول ما نحن هيك حد بعضنا ما بدي اشوف هالدمعه بعيونك. شيلها شيلها. يلا خير خير ان شاء الله. والله نحن يعني بنتمنى ان شاء الله يغير الله رب العالمين، يغير حال لاحسن حال. يعني شو بدك تقول اكثر من هيك؟ بدك تقول اكثر من هيك؟ ما فيك تقول اكثر من هيك. نقول الحمد لله. أمين. الحمد لله. رمضان كريم علينا وعلى جميع امه محمد وعلى جميع امه العالم كله. عمر انبسطت تعرفت عليك. يلا شوفك.
أبو حسن، أم علي والعم أحمد مثل كل أبطال قصصنا بقصة وغصة عم بيكافحوا ليطلعوا لقمة عيشهم ويعيلوا أولادهم. الاستسلام منه وارد ومش خيار قدامهم، لأنه في عندهم مسؤولية ما فيهم يهربوا منها، مسؤولية عيلة وولاد، على عكس المسؤولين اللي عنا اللي أثبتوا أنه ما عندهم شيء من حس المسؤولية تجاه الشعب اللبناني. وهلأ مننتقل لفقرة لنعرف أكثر. لا نعرف أكثر عن شركة كلين ريبوبليك. معنا اليوم المديرة التنفيذية للشركة رانيا. أول شيء بدي أقول صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ جريت الحمد لله. يعني الفيديو اللي بنشوفه هيك بهفهف القلب قدي حلوة النظافة وقدي نحن اليوم أصلا صرنا مسرسبين زيادة على النظافة. أولا رانيا، بدي منك تخبريني عن كلين ريبوبليك، عن بنحكي أول شيء عن الشق الخاص بالشركات. أوكي. صحيح. أوكي. إذا فينا نعرف منك كيف بيصير التنظيف بالشركات وقديه مهم للموظفين ولا كمان الأشخاص يلي بيجوا على هيدي الشركات. 100% كلين ريبوبليك هي شركة تنظيفات. نحن منأمن خدمات تنظيف لشركات، لمطاعم، أوتيلات، حيلا بزنس أو بيت منقدم له التنظيف، خدمة التنظيف. كتير مهم تنظيف لأنك عم تحمي الموظفين، عم تحمي الموظفين من أي انتقال للعدوى، من أمراض ممكن تكون عم تتنقل مثل هلأ ليتلي كورونا. فكتير مهم أنك توفري لهم بيئة سليمة، بيئة نظيفة. أول شيء حيكونوا مور بروداكتيف، يعني حيقدروا يعطوا شغل بنسبة 60% أكثر، رح يتقل الغيابات والأمراض طبعا، يعني كمان رح تزيد البرودكتيفيتي، رح تزيد الإنكم والسيل صباح يلا موظف. بنفس الوقت بتكوني انت من ميلة الكلاينت، من ميلة الكاستمرز، لما يفوتوا على محل نظيف ويشوفوا لوكيشن عم تعرض الاغراض بطريقه نظيفه ومرتبه، انت عم بتزيد الفاليو والقيمه للسيرفيس او البرودكت اللي انت عم بتبيعي. فذاتس واي نحن دائما بنقول التنظيف هو منه كوست ومنه كلفه او عبء على لا شركه ولا بيت ولا ست بيت ولا مدير شركه، هو بالعكس انفستمنت وتوفير، لأنه القيمة تبع المرض كتير غالية وقيمة الميديكال بيل إذا يعني إذا كنتوا إذا اليوم الأشخاص ما بيقوموا بتنظيف شركاتهم أو مطاعمهم رح يصير في أصلاً أضرار أكبر، وهذا الشيء رح يؤدي لصرف أموال بعد أكبر من إنه ينظفوا المحل. مزبوط. رح نشوف فيديو أنا وياك والمشاهدين رانيا ومنكمل حديثنا. شوف رانيا هيك التفاصيل الصغيرة اللي يمكن نحن أوقات ما بننتبه لهم، من الباركينج للأرمات اللي بيكونوا جوات الباركينج، للحيطان حتى اللي كتير عالية، للزجاج، كل شيء ديتيلد كلينينج. وبنتبع بروتوكولات معينة، منا اتس نوت هوبي، منا هواية، هي بروتوكول، هي دراسة عم ندرسها، وكل شيء متبعينه على الانترناشنال ستاندردز برا، كيف بنعطي وعم ناخذ سيرتيفيكيتس من برا، سو وي ار فولوينج ات على الأد.
اوكي يمكن رانيا نحن هيدي الفتره كثير عم نسمع بتنظيف وتعقيم، بس هو حتى لو ما في كورونا في كثير فيروس صغير، في كثير امراض غير، يعني هيدا التنظيف كمان مهم لكل شيء 100%. مش بس وقت الكورونا، نحن اوريدي كنا مستعدين قبل الكورونا لانه اوريدي عم نواجه فيروس من قبل بالمستشفيات وبالمطاعم وبكل اللوكيشنز، فاجت كورونا يعني كنا جاهزين لها ومحضرين بكل البروتوكولز اللي اوريدي عنا اياهم تنقدر نحارب هذا المرض. اوكي، اذا بنحكي رانيا بالجزء الثاني شوي عن البيوت، يعني نحن يمكن قبل كان التعقيم يطال بس مثل ما سبق وقلت المستشفيات المطاعم الشركات، اليوم انتقل هيدا الشيء للبيوت، شو الفرق اليوم بين سيده هي تفتكر انه هي عم بتعقم وعم بتنظف بيتها وكل شيء منيح، وفرق انه تجي شركه مثل كلين ريبوبليك تعقم للبيت وتنظفه كله؟ هلا الست معوده على الطريقه التقليديه بالتنظيف اللي نحن معلمينها من قبل، واللي هي منا كثير دقيقه، ما بتفوت يعني ما حتلاقي ست حتفوت على التعربش على العالي وتفوت على الاشياء اللي هي ما شايفتهم، هي معوده عم بتشيل الاشياء اللي موجودين قدامها، بس الاشياء الثانيه اللي شوي عاليه التفاصيل الدقيقه هي ما رح تطلع فيهم لانه نظرها تعود عليهم ما حتشوفهم. نحن بنفوت بنشوف هدول القصص، بنشوف اللي على الزوايا اذا في حياة نقطه بويا على الزاوية، الأيسيات بننظفهم بيتفككوا وبيتنظفوا بطريقة بروفيشنال، سو كل هيدول كتير بتفرق عن ست البيت. يعني في تيم معين فايد دارس عارف شو بده يعمل بالتفاصيل، معه تشيك ليست معه تفاصيله كلها، ببلش فروم اي تو زد من السقف للأرض انكلودينج كل شيء. اوكي، نحن عنا عادات بلبنان انه بتصيف بتجي الصيفيه شوي بنصير نطلع الفرشات لبرا 100%. هيدا يعني كل امياتنا ونحن هلا صرنا بنعملها. هون خلينا نحكي شوي عن اهميه تنظيف الفرشات بالبيوت والسوفات وكل شيء ممكن نقعد عليه يكون 100%. ماشي 100%، لانه في كل شيء السكن تبعنا عم شادنج عم ينزل عليها، في كثير كميه فيروسز واشياء عم نجيبها من برا وانت عم تقعدي كتير كمية فيروسز وبكتيريا موجودة، سو لازم يتنظفوا روتينلي، دايما لازم نضلنا عم نعمل مينتننس، مش بس تشيل الغبرة والوسخ بس كمان للطولة بعمرها للايتم اللي انت عندك اياها الفرشة او الكرسي، ما ضروري تكبيها فيري سون مش حنقدر نكبها، سو حافظي على نظافتها، في كمان تحميها لانه في برودكت نحن اسمه نانو تكنولوجي بتحمي الفرشه من اي سبلج ممكن يقع عليها، فهيك كمان عم بتطولي لها عمرها بعد مره زياده. سو بعد التنظيف يعني بتقوموا بالتنظيف ديب كلين ومن بعدها بتحطوا كمان ماده معينه كرمال تقدر تضاين هيدا الشيء. قد ايه لازم تكون الفتره بين كل تنظيفه وتنظيفه، بس نقول عن بيت فرش البيت يعني. ديب كلين اذا بدنا نعمل للبيت فروم اي تو زد مينيموم مرتين بالسنه مينيموم، لانه الغبره بترجع بتتراكم، الوسخ بيرجع بيتراكم، الايسيات لازم تضلك عم بتنظفيهم، السيلينجز هدول بحشوا غبره ووسخ ونحن ما منطالهم وما منشوفهم وبياثروا على نوعيه الهواء اللي نحن عم نتنفسه اكيد عم نتنشأوا بالبيت. وهون هيدا الشيء كمان انتم عندكم كل شيء خصو بالزجاج المنزلي الازاز وكمان البراده. البراده ايه، بس البراده مور انتو فاكيومينج، ما بنعمل ديب كلين للبراده، هيدا الايتم اتس مور انتو لوندري صارت. اوكي، يعني كل شيء خصه من البيت من الالف للياء مثل ما بيقولوا، حتى السجاد عندكم اكيد سجاد تنظيف للسجاد وحمايه للسجاد، لانه كمان بيطبق عليه نفس اللي على الفرنتشر، فيك تحميه من اي شيء ممكن يقع عليه خاصه انه هو بينضب بالصيف، بقى هيدي يمكن فرصه كمان كرمال تنظيف السجاد قبل ما ينضب. صح. رانيا حنشوف ثالث فيديو لليوم وبنرجع بنكمل. صار الوقت لنسلط الضوء على أهمية التنظيف، استثمر بالتنظيف ووفر مصاري. الموظف وقتها بيمرض بغيب والغياب بكلف الشركة مصاري. الموظف بيمرض بمعدل 8 أيام بالسنة وهيدي كلفتها على الشركات بلبنان بتزيد عن 880 مليون دولار أمريكي سنوياً. الغيابات بتخفض الإنتاجية العمل بنسبة 55% والمبيعات بتتأثر سلباً بنسبة 40%، بينما بالمنشأة النظيفة خطر العدوى بينخفض بنسبة 80% وهيدا بيؤدي لغيابات بنسبة 50% أقل. لنحقق هيدا الشيء لازم بروتوكول التنظيف يتطبق من قبل محترفين بالمهنة. بهاي الطريقة ما بتكون بس عم بتوفر مصاري،
بتكون كمان عم بتزيد من أرباحك. كيف؟ أولاً الموظف بيكون بنسبة 10% منتج أكتر ببيئة نظيفة وصحية. مش بس الموظفين، العملاء كمان بيهتموا كتير بالنظافة. حقيقة النظافة من أهم العوامل اللي بيركز عليها العميل بالمطاعم، بالفنادق وبالمراكز التسوق. 60% من العملاء بفضلوا يتواجدوا بمنشأة نظيفة، و90% من الناس بدوا بالمستقبل زيارة المنشأة إذا كان الحمام وسخ. خلاصة الموضوع إنه المنشأة النظيفة ما بتكلف مصاري، بل بالعكس بتوفر عليك وبتساعد على زيادة العملاء، المدخول وأكيد الأرباح. صار وقت إنه ننظف بالطريقة الصحيحة، صار وقت إنه ننظف بطريقة محترفة. ما قلت للمكان. كنا مفكرينها هيك يعني إيه؟ العالم اخذتها از شيء بديهي وطبيعي، بس ما بتاخذ قديش عن جد قيمتها الفعليه. بتعرف لانه نحن يمكن بلبنان اصلا شعب كتير بنظف ومهووس نظافه، بس في فرق بين الشركه تجي تنظف وبين نحن كمان نقوم بالتنظيف. عندكم كمان شيء بالشركه جديد يمكن صار هلا بظل يعني كورونا، يلي هو التعقيم الاغراض يلي منجيبهم بس نكون عم نعمل شوبينج او عم نقوم بالتسوق وجبنا هدول الاغراض على البيت. كيف بيصير هون هيدي الماشين اللي اسمها سيف تو جو؟ اجت من بعد ما شفنا قديش معاناه العالم لهن بدهم يعقموا وينظفوا الاغراض قبل ما يفوتون على البيت. سو ممكن تكون بالسوبر ماركت، ممكن تكون بالبنايه من تحت قبل ما حتى يطلع على البيت. فيهم يستعملوها كثير عالم بالمولات، بتنظف بتعقم الايتم من كل الميلات، بتحط بقلبها بتعقمها من كل الميلات. هيك بتتاكد انه انت عم تطلع الغرض على سيارتك وعلى البيت اوريدي نظيف معقم وما في خطر انك تنقلي ولا اي مرض للعالم اللي بتحبيهم بالبيت. هيدي فكرتها. اتس فيري اوكي. سو هي فيها تكون في الاشخاص يكون تكون هيدي المكنه بحوزتهم برات البيت او بمدخل البنايه او بحي لمكان، وفيها كمان السوبر ماركت نفسها هي تعتمد هيدي الماشين كرمال الشخص الظاهر من عندها بركه تعقم له اغراضه قبل الخروج. وهون كمان يمكن هيدا الشيء بيؤدي انه الشخص يصير عنده ثقه اكثر بالمكان اللي رايح له اذا في هيدي 100% سبيشلي لانه هلا كل الدراسات عم بتقول انه بعيش ثلاث ايام على الحي سطح سيرفس فالكورونا فيروس، فلازم نكون عم نحمي قد ما فينا، نحاول نخفف انتقال المرض قد ما فينا. يعني شيء بخوف، بس صرنا بعتقد بقى نتعود على هيدا نمط الحياه لانه رح يكمل لفتره زمنيه. مش بس كورونا، على كل شيء خلص تعودنا على كل. صحيح. رانيا رح نشوف اخر فيديو لليوم ومنكمل. قدام هم هيدي المكنة وقدام بتريح النفسية وقت وبتريحك من الوقت والتعب بس تتفوتي على البيت ما تعد تضيعي وقت عم تعقمي وترش وننطر لأنه كتير بياخد وقت لنقعد نرش وجهد البرودوي لحاله وجهد وتعب معنا أصلا بنكون تعبانين نحن بنسوين من الشوبينج. رانيا السيد بدي أتشكرك كتير على هيدي المقابلة وعلى هالمعلومات القيمة كمان اللي عطتينا إياها عن كلين ريبوبليك. ميرسي لك. وهلأ منوصل لفقرة مش غلط مع محمد قباني. من مش غلط لليوم صباح الخير.
بتسبب لك ريحة التم البشعة بشهر رمضان، الإزعاج والإحراج قدام الناس وبدك تتخلص منها؟ خليني أعرفكن على أبرز أسباب ريحة التم وشو هي الطرق للتخلص منها. من أهم أسباب ريحة التم البشعة برمضان هو بس ينشف التم، وهذا الشيء سببه أنه بتوطى كمية اللعاب والأنزيمات اللعابية اللي بتلعب دور كتير مهم بتنظيف وتطهير التم من تراكم البكتيريا. كمان الأكلات اللي بتسبب لنا ريحة التم مثل الثوم، البصل والتوابل، خصوصا على وجبة السحور. كمان بس ننقطع كليا عن الأكل، فبعد كم ساعة من ما نبلش للصيام واستنفاد مخزون الكلايكوجين من الكبد والعضلات، ببلش الجسم يستعمل الدهون كمصدر أساسي للطاقة، وهيدا الشيء بينتج عنه مواد كيميائية بتسبب ريحة التم. ومن الأسباب كمان تراكم بكتيريا الأسنان بسبب بقايا الأكل. هلأ يمكن ما نقدر نتخلص من هالمشكلة كلياً، لأنه في أسباب من اللي ذكرناها قبل شوي ما فينا نتحكم فيها، بس اللي فينا نعمله لنخفف من هالمشكلة هو نشرب كميات كافية من السوائل والمي على الفطور والسحور. ما نقفي وجبة السحور لأنه بتمدنا بمصدر للطاقة والكربوهيدرات لأطول مدة بساعات الصيام، قبل ما يبلش جسمنا ياخد الدهون كمصدر للطاقة وإنتاج الكيتونات. نشطف تمنا بالمي من وقت للتاني بالنهار لنقلل من جفاف التم. نتجنب قد ما فينا الأكل اللي بيعمل ريحة، خصوصا على وجبة السحور، حتى ما يبقى علقان بتمنا كل نهار. قبل وقت الإمساك لازم نحط بتمنا كم حبة من الهيل أو القهوة أو العلكة. نفرش أسناننا كتير منيح من كل الميلات، وإذا فينا نستعمل خيط لننظف بين الأسنان كمان، ونستعمل غسول التم لنتخلص من أي بقايا للأكل ونمنع تراكم البكتيريا بالتم. لازم ناكل كميات كافية من الخضرة الطازة على الوجبات، فهي بتساعد على تنظيف الأسنان وبتبيضها. هيدا كانت نصايحنا لليوم، بتشوفكم بكرة زميلتي ساندرا بمعلومات بتفيدكم خلال الشهر الفضيل ورمضان الكريم. وهلأ منوصل لفقرة شو الأخبار مع ريف عقيل. هاي ريف، صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ أول شيء حلو أنه اليوم هيك نلتقى نهار الخميس، لأنه بكل هذا الشو ما التقينا إلا مرة يمكن. عن جد أنت منيحة؟ أنا منيحة، مش أول رمضان كريم، وإن شاء الله يكون هناك الناس مرتاحين إن شاء الله يا رب. المقدمات الصباحية إن شاء الله، ويكون هيك عم يمرق الشهر بهيك سهولة، خلينا أقل أضرار. أقل أضرار نقول. اليوم ما زين عندنا مجموعة من الأخبار الفنية. بتعرفي هلا اليوم كل الأضواء على المسلسلات برمضان، كل يوم بتشوفي على السوشيال ميديا، كل يوم بتشوفي على الصفحات الفنيه بين انتقادات، بين اخطاء بالمسلسلات، بين تقييم لفنانين عن جد بينوا بهذا الشهر برمضان وبهذا السنه برمضان. طبعا لانه الناس هلا كانوا قاعدين بالبيت لوقت طويل، ولانهم بعدهم قاعدين بالبيت بلبنان وبكل الدول العربيه، في عن جد مراقبه وفي متابعه على المسلسلات. بكل الاحوال نحن رح ننطر لاخر رمضان تنعمل هيك جوله سريعه عليهم. اليوم بدنا نحكي هيك بغير اطار، خلينا وبدي بلش مع الفنان محمد رمضان اللي هو يعني كل يوم كل يوم كل يوم زينا عنده نوع من انواع السجال الاعلامي، خلينا بيعمل ضجه 100%. محمد رمضان مع انه بكل هذه الازمات اللي عم يمرق فيها اللي رح خبرك هلا اكثر عنها، قدر يحصل على يحصل على اعلى، خليني اقول اكثر، جمع اكثر اشخاص او فيورز شافوه على تيك توك، قدر يجمع لاول مره بالشرق الاوسط 2 مليار مشاهده. واو. وهذا رقم كثير كبير عن جد. هذا طبعا اجى بالتزامن مع مسلسل موسى اللي عم يعملوا به شهر رمضان، ومع كل هذه الأزمات اللي هي عن جد منا شهره منا وقته. ما بعرف إذا هيك أنت كنت عم تتابع أزمته الشهيرة، هو مش من فترة طويلة كان مسافر ببرايفت جيت، وفات على الكوكبيت يعني على غرفة كابتن الطائرة، وتصور محل الكابتن. هذا الشيء عمل أزمة بعالم الطيران، والكابتن طيارة اللي اسمه أشرف أبو اليسر إذا ماني غلطانة انطرد من الطيران ولمدى الحياة. هذا الشيء عمل أزمة طبعا، وصار في دعاوى وما دعاوى، ومش من زمان، من أسبوع تقريبا تعرض هذا الكابتن لأزمة صحية. هذه الأزمة تزامنت مع الحكم اللي طلع أنه قدر الكابتن يربح عليه حكم بستة مليون جنيه، بس للأسف لما طلع الحكم مات الكابتن طيارة، وهذا الشيء عمل أزمة كتير كبيرة بمصر. في كتير ناس قدموا بلاغات ضده، اعتبروا أنه هذا قتل يعني متعمد، خليني أقول محاولة قتل متعمدة، واعتبروا أنه الأزمة النفسية اللي مرق فيها كابتن الطيارة، تخيلي أنه هو من وراء صورة انطرد تغيرت كل حياته، اعتبروا انه هذا قتل. ومنهم عمرو اديب اللي شن حمله كثير كبيره عليه، وفي كثير فنانين اعتبروا انه هو تسبب بقتل حدا. بس هو ليه انطرد؟
انطرد لانه هي اللي يعني فور سيفتي ريزنز. اليوم بالطيران نحن هيك على اللبناني بنكون مسافرين بنفوت على اوضه الكوكبيت بنحضر تيك اوف ولاندينج. انا اشتغلت اوتاس بوقت من الاوقات بحياتي. انا كنت عم فكر انه حرام قد ايه لازم يكون في معاه. بعدين صرت كل ما سافر انه فيها بنت تحضر التيك اوف عرفتي لا انه هذا الشيء اصلا الليجل بالاساس واصلا من وراء احداث سبتمبر 11 باي ذا واي الكوكبيت صارت بتتقفل ومنوع حدا يفوت على الكوكبيت بالاساس. نحن بعدنا على لبنان دائما عندنا استثناءاتنا بس هي مالي يعني بالرولز بالعالم هذا الشيء يعني هذه اصلا يعني وقت ما اذا قاعده محل الكابتن هذا الشيء ما لازم يصير. هو قاعده يمكن إيه لانه التابلويات والقصص هن كثير حساسين بسببه بكارثه انسانيه. بكل الاحوال بعده هذا الموضوع كثير عم يتفاعل والناس عم بتقله انه يمكن دعاوى الناس حتاثر عليك لكل حياتك. انعمل عليه حمله مخيفه على كل الميلات وعمره قديم شن عليه حمله شبه يوميه خليني اقول ببرنامجه. اعتبروا انه هو عن جد يعني هذا الشيء اللي عمله او يمكن هلا بعرف هي الصدف السيئه من بعد موتة هذا الكابتن صبت عليه باشياء كثير سلبيه. بكل الاحوال بانتظار هلا اليوم فتنا كمان بسجل ثاني اذا الورثه تعولته رح ياخذوا التعويض او لا صرنا كمان بسجل قانوني وخاصه انه هذا الفيديو عفوا هيدي القصه ليه تفاعلت لما طلع الحكم زينه نشر له فيديو هو قاعد هيك ببول وعم بيرشرش مصاري دولارات ايه هيدا شفته وهذا الشيء كثير استفز الناس ومن وراها مات الكابتن من دون ما يعني من ورا هيدي الازمه الصحيه فما انحل حال هذا الموضوع. من هونيك بتروح على شيء هيك اهضم شوي خليني اقول للفنان جورج وصوف اللي نشر مع المخرج فادي حداد بوست على انستغرام وقال في عمل للتاريخ. طبعا هو اللي تبين بعدين انه الفنان جورج وصوف صور عمل جديد تحت اخراج فادي حداد. هذا العمل رح يكون اسمه يا الزمن بحسب اقوال فادي حداد وبحسب تقييمه لهذا العمل بيقول انه يعني بحط امال كثير كبيره عليه وهو رح يشكل علامه فارقه مضافه خليني اقول بمسيره الفنان جورج وصوف الفنيه. طبعا نحن ناطرين لانه هلا زينا كل الفنانين بلشوا شوي شوي يحضروا ليرجعوا ورا رمضان ان شاء الله هيك تكون هيدا شو بيقولوا لها الفيرسيون الهنديه ما توصل لعنا ونقدر نرجع ورا شهر رمضان الكريم نرجع هيك يكون في حفلات وفي حياه وفي مهرجانات وفي صيف على الاقل اذا مش بلبنان مأخرين بالفاكسان نحن هيك ناخذ وقتنا بالدول العربيه يكون هذا الشيء بلش حوالينا ان شاء الله يا رب. من هونيك بدي هيك خبر خبريه سريعه من يومين نهار كان عيد ميلاد ال 75 للفنان الراحل نور الشريف. جوجل ومن المرات القليله اللي بكرم فيها فنانين عرب خليني اقول نشر صوره او بالاحرى ثلاث صور رح نشوفهم هلا على السكرين للفنان الراحل عمر الشريف. وهدول الصور بجسدوا خليني اقول بيختصروا 40 سنه من مسيره فنيه كان هو واحد من ابرز وجوه السينما العربيه فيها والافلام. بهدول الثلاث صور هن بجسدوا ثلاث اعمال، اول عمل هو لنا عيشه في جلباب ابي اللي هو اخذ كثير ضجه، الفيلم الثاني من فيلم سينمائي العار، والصوره الثالثه هي من فيلم اسمه بين القصرين، طبعا فنان مثل نور الشريف يعني نحن مش رح نجي نحكي عنه وعن مسيرته، بس كمان مره جديده حلو تلاقي فنانين خليني اقول عرب على محرك جوجل، اليوم كل الناس مجرد ما تكبسي على صوره فيك تكوني تعرفي مين هذه الشخصيه، وهذا بيساهم اكثر بانتشار عالمي، بيساهم يضوي على ثقافه وعلى حضاره بكل دول العالم. اصلا هذا الشيء بيجي كمان بعد هذا الحفل تبع نقل المومياوات اللي اخذ كثير ضجه بمصر واللي كان عن جد حفل بيوازي مقاييس عالميه، مره جديده عن جد هيك مصر حاضره خلينا نقول على المنصات العالميه. من هونيك بتروح لعند الفنان جوزيف عطيه اللي كمان بلش يحضر اشياء لرمضان، اغنيته اللي كثير حلوه اللي اسمها طبيعي بعدها كثير عم تاخذ ضجه وبعدها هي على التوب ليست تبع انغامي للاغاني الخليجيه. الحلو بهذا الموضوع انه فنان لبناني غنى اغنيه خليجيه عم تاخذ على التوب ليست تبع انغامي بعدها لهلا الاسبوع الثالث على التوالي وهذا الشيء كثير حلو. بالمناسبه جوزيف عطيه بعده بدبي عم بيحضر لعمل جديد كمان لاغنيه جديده من ضمن البومه وهو كليب جديد كمان هالمره رح يغني باللغه المصريه وهو تعاون فيها للمره الاولى مع دي جي روج. من هونيك بنروح لعند نجوى كرم اللي هالايام كثير اسهمها عاليه، بتعرفي كل مره بنحكي انه هلا من ورا كورونا زينه الفنانين صاروا هيك متصالحين مع نفسهم اكثر، بخبرونا عن اخبارهم، بخبرونا عن عواطفهم، انا قد ما كنت معصبه منك صرت بجي بقول لك انه طلعه حلوه اليوم رقنا هيك شوي. لكن كل العالم ولا تعرفي انه الفنانين يعني مثلهم ويمكن لانه صرنا صح ولانه نحن قاعدين بالبيت صار عندي مساحه تنفوت نكتب كومنت، تنفوت نقول لحدا شغله ايجابيه وعن جد هيك نطلع من هدول هيك العصبيات تبعولنا. من بعد ما نوال زغبت غزلت بنجوى كرم وقالت انه هي كانت كثير تغار منا، ليت لي كمان وباحدى المقابلات عبر الاذاعات يعني كانت مقابله مع الفنان عاصي الحلاني واللي قال انه هي من افضل الاصدقاء له وهي افضل الفنانات اداء
لقاء وحضورا على الساحه اللبنانيه والعربيه، واتمنى انه يكون في عمل فني قريب بينه وبين هيك يجمعهم. طبعا هذا الشيء كثير تفاعلوا الناس معه على السوشيال ميديا، اعتبر انه صوتين مثل نجوى كرم وعاصر حلاني هيك بيستحقوا انه يكونوا حاضرين على الساحه، وهي قالت انه هي تتشرف انها تشتغل مع عاصر حلاني، ووعدت انها تشتغل هيك على فكره بلوره وتكون قريبا بالسوق. على كل حال عاصر غنى كثير ديوز مع كثير فنانين، وانا هيك بتخيلوا مع نجوى بيطلعوا هيك كابل كثير حلو صوتهم هيك خلينا نقول هيك عربي وقوي وقوي كثير حضور. لمين بدنا نخبر عن قاسم؟ بعد عندك دقيقتين يعني، طب ليه ما فيكي هيك خبرينا اكثر اخبار؟ ثلاث اخبار كثير سريعه. قاسم الساهر حط بوست على انستغرام كتب فيه قريبا قصيده الحياه، ما بنعرف كثير تفاصيل عن هذا العمل اللي عم بيحضره، ولكن بحسب المعطيات الفنيه كل هذا العمل ارتبط بالحادث الاخير نهار السبت. صار في حادث كثير حزين بالعراق، صار في ولع حريق بمستشفى، مستشفى ابن الخطيب ببغداد، مات مجموعه كثير كبيره من الاشخاص، وفي كثير اكثر من 100 شخص انجرحوا بهذا الحريق نتيجه يعني انفجار بالاكسجين. بكل الاحوال القطاع الطبي بالعراق عنده كثير مشاكل من وراء الحرب ومن كل الفساد وهذه الازمات الصحيه اللي قطعوا فيها. يقال انه هذه القصيده رح تكون، وقاسم السهري كثير تاثر بهذا الحادث، رح بتكون تكريما لهدول الاشخاص اللي راحوا بهذا العمل. رح خبر بس بعد خبريه كثير سريعه، بدي احكي بس عن انتوني هوبكنز من حفل الاوسكار ل 93 اللي عن جد هو اخذ كثير ضجه، واللي كان اكبر فنان اكبر سنا يعني بيتكرم بجائزه اوسكار عفوا عن افضل ممثل بفيلم ذا فازر. بدي احكي بس عن الفيلم قد ايه هو قصه جميله جدا، ماخوذه عن كتاب لكاتب فرنسي. القصه بتحكي عن رجل عمره 80 سنه عم بيعاني من الخرف، وبنته عم تهتم فيه، بيعاني من جنون العظمه، بيعاش من الهلع والوسيد، بيعمل هيك حركات نفسيه تيلقى هيك استعطاف الاخرين. هذا الفيلم اخذ كثير ضجه، علما انه هذا تصور بال 2020 وانعرض، اخذ كثير ضجه لانه اجى بالتزامن مع جائحه كورونا يعني حفل الاوسكار، وبيجسد هيك كثير من كبار السن اللي عاشوا بهيدي الازمه خلال هدول السنتين، واللي اولادهم كانوا موجودين معهم ليهتموا فيهم ويعيشوا معهم بكل هيدي الازمات. على كل حال ادائه كان اكثر من رائع. اللي بدي اقوله بس انه بعمر 83 سنه في فنان تكرم هو الاكبر سنا، وعن جد هذا الشيء بيرجع بيذكرنا للي نحن فيه انه الفنان برا قد ايه بحافظ على كل المقومات والفنيه والتمثيليه حتى لو تقدم بالسن. بدي اقول بس شغله كثير سريعه عن فنانه اسمها شيماء سيف، كانت عامله فيلم ب 2013 اسمه صد ورد، بهذا المشهد بهذا الفيلم بكون عم بتبوس هيك ولد صغير، مجددا اخذ كثير ضجه، عمل ضجه هذا الفيلم هلا، وفي حمله كثير كبيره هذا العمل، متهمه انه هي عم تروج للبيدوفيليا مع يعني بعالم الاطفال، وصار في حمله كثير كبيره عليها، دول عربيه عم تطالب ما تنعرض، هو رجع منعرض هلا بمكان ما، ما تنعرض هيك مشاهد برمضان، هي ملتزمه الصمت بعدها لحد هلا. هون بس بدي امرق هيك سريعا تقول شغله سريعه انه عن جد اليوم السوشيال ميديا قد ايه بتضلها تراقبك زينه، بتنكش لك اشياء العلاقه بماضيك، العلاقه باشياء سابقه، يمكن يكون مرق بال 2016، يمكن ما كان في هذا الوعي او هذا الوعي الكافي، يمكن ما كان هذا الشيء اكيد مقصود، ويمكن يعني هذا الشيء 100% صحيح. هذا الشيء ما كان كثير مقصود، بس اوقات عن جد كميه التنمر اللي بتصير على السوشيال ميديا اليوم عن جد قديش الناس صاروا صريحين، قديش عندهم وقاحه انهم عن جد خليني اقول يعروكي بطريقه صحيح. عن جد بتاثر عليكي بشكل كثير سلبي صحيح، على امل عن جد انه تستعمل بس السوشيال ميديا للاغراض اللي هي معموله لها وللترويج والاشياء يمكن مش الجبية. هيك دائما عن جد اول بيطلع لك ناس بيعملوا عليك كومنتس كثير في اذى بعرف كرمال هيك يعني، انا بعتبر انه العالم اللي بتاذي هي عالم مش متصالحه هي صحيح. مع نفسها بقى كرمال هيك يعني بنقول الله ينورهم ويخفف من الاشخاص المريضه عقليا 100% لانه هيدي اليوم مشاكلنا كلها من وراء اشخاص مثلهم. ريف بدي اتشكرك على كل الاخبار الحلوه، ان شاء الله بشوفك بحلقات جايه انا وياك. هلا مننتقل لنتعرف على اكله رمضانيه جديده مع الشيف حسين عبد الساتر بالاشتراك مع يا ماما. ملح. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ملح وبهار، وبدي اقول لكم رمضان كريم. ما زلنا نحن بكارفور سيتي سنتر بيروت طبعا برفقه يماما ورفقتي ورفقه كل ست بيت، يعني هالمنتجات عن جد الشهيه الرائعه
بالاخص من رب البندوره، من الكاتشب، من دبس الرمان، من الخل البلسميك، كمان وكمان من صلصه الصويا والعديد 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 من منتجات اليمامة. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل كل يوم ومثل ما عودتكم من بداية شهر رمضان، في عنا وصفتين مالح ووصفة حلو. أنا بطلب منكم تحضروا الورقة والقلم قدامكم لحتى أعطيكم هالمكونات، ورح نبلش أنا وياكم طبعا بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. في عنا الدجاج المحمر مع صلصة الزيتون، في عنا وصفة الحلو اللي هي الصفوف، وفي عنا طبق الشوربة ولا أطيب من هيك اللي هي شوربة اللقطين. لكن رح نبلش بالدجاج، نحط الدجاج بالفرن وبنرجع بنحضر الصفوف. بالبدايه خلينا نشوف مقادير الدجاج المحمر مع صلصه الزيتون. بالنسبه للدجاج المحمر مع صلصه الزيتون، هون في عنا فروج كامل. رح اجي انا اقطعه للفروج، لكن منقطع الدجاجه بهيدا الشكل. رح اقطعها انا عندي هون الجوانح، بقطعها بهيدا الشكل للفروج. اوكي، كمان هون انتو اذا جبتوا فروج كامل فيكن تقطعوه بالبيت بهيدا الشكل. كمان بحضر عندي الصينية، رح نحط الدجاج. انا رح خلي الدجاج بهيدا الشكل، كمان رح احط الفخذ مثل ما هو، وفي عندي النص الثاني رح اتركه مثل ما هو بهيدا الشكل. طيب شو رح اجي اعمل هلا؟ بعد ما حطيت الدجاج رح اجي ضيف بصله من مواد المعطره، رح احط كمان كبش قرنفل، حب هيل، ورق غار، عود قرفة، ما عندكم أي مشكلة. رح استعين كمان وكمان بزيت النباتي، رح نحط أيضا من زيت النباتي، رح حط فلفل أسود بهيدا الشكل، رح حط كمان ملح. هيدا الفروج طبعا نحنا بس اشتريناه من السوق، غسلناه، اكيد نحن عم نستعمل ملح من اليمامة. وفينا كمان نجيب من صلصة ايضا الصويا من اليمامة. انا حبيت نكه للدجاج صلصة صويا، بالاخص كيف اذا كانت صلصة الصويا من اليمامة، يعني بتعطينا نكهة ومذاق رائع لطبخاتنا ولوصفاتنا. طيب بنحط صلصة الصويا، بنرجع بنجي للصينية، منتبلن مع بعضهم بهيدا الشكل. طبعا عندي صينية في بكعبة للصينية من ورق الزبدة. هون مثل ما شفتوا حطينا صلصة الصويا، حطينا عود قرفة، كبش قرنفل، بصل، وهلا الصينية صارت جاهزة عندي لحتى فوتها على الفرن على حرارة 200 لحتى يستوي عندي هيدا الدجاج لاخر فقره من فقرات ملح وبهار. بعد ما فوتنا الصينيه على الفرن في الصلصه لها، بس الصلصه ما رح نحضرها هلا، رح نحضر الصفوف. كل ستات البيوت بيسالوني يا شيف حسين الصفوف ليه امرار بيطلع معنا لونه غامق، ليه امرار بيطلع معنا لونه فاتح. خليني اقول لكم شغله، العقده الصفراء بالصفوف بتلعب دور كثير مهم. نحن هون في عقدة صفرة خاصة للحلويات. خلينا نحن بهالوقت نحضر الصفوف أنا وياكم. رح حط وعاء قدامي ورح نشوف مكونات الصفوف، رح تشوفوها قدامكم على الشاشة. عندي هيدا الجاط، رح جيب حط بقلبه سكر. أوكي، لكن المكونات عم بتشوفوها قدامكم على الشاشة، كم كوب كان من سكر ولا طحين فرخة وغيره. رح حط سكر وحطيت المي. اوكي، رح اجي اخلطهم مع بعض بهالشكل. انا بدي السكر والمي يدوبوا مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل. لحتى يدوب السكر بنحط هيدا الوعاء على جنب، بنجيب وعاء تاني بنحط بقلبه طحين فرخة
بنحط بقلبه طحين ابيض، كمان نستعين بالحليب البودره، عندي العقده الصفراء. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، عم نحضر الصفوف طبق الحلو لحلقتنا لليوم، هالطبق الرائع وسهل التحضير. عندي بيكنج باودر، نخلطهم مع بعض. لكن طحين فرخة، عندي طحين أبيض، بيكنج باودر، حليب بودرة، وعقدة صفرة، مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نخلطهم بهيدا الشكل. رح استعين بالزيت النباتي، كمان رح احط الزيت النباتي بهيدا الشكل، وبنرجع نخلطهم مع بعض. كمان حطينا المكونات الجافة بالإضافة للزيت النباتي، ومع التحريك المستمر بنرجع منجيب خليط المي والسكر. وأنا هون بقولكم شغلة، لازم تتبعوا هيدي الطرق خطوة بخطوة. طبعا نحن الفرن بده يكون حامي عنا على حرارة 180، نخلطهم بهيدا الشكل. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نخلط خليط الصفوف، نخلطهم بالشريط لحتى طبعا ما يضل في عندي اي شيء مكعزل من الطحين، مثل ما عم بتشوفوا. لكن هيدا خليط الصفوف صار جاهز عندي. شو رح اعمل هلا؟ رح استعين دغري بصينيه. هيدي الصينيه رح ندهنها نحن بالطحينه، اوكي؟ ليه بدي ادهنها بالطحينه؟ لحتى ما يلزق عندي الطحين بكعب هالصينيه. بستعين دغري بالطحينه وكمان بهيدا الشكل. طيب ندهنها بالطحينه ومنحضر الخليط كمان. يلا، وهلا صار الوقت لأقلب الصفوف. لكن مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل، اوكي. هلا فيني اقول لكم شغله، فيني اجيب من صينيه الكب كيك، حط انا الصفوف كمان اعملهم بصينيه الكب كيك، ما عندي اي مشكله. بجيب سمسم، بحط كمان سمسم على الوجه. لكن هيدي هي الصفوف صارت جاهزه عنا. هلا بعد شوي رح خبركم انه الصفوف كمان فينا نحشيها قشطه، بس تستوي راح نحضر هالوصفة أنا وياكم بالقشطة. بالعودة لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت، طبعا برفقة اليمامة، بعدنا بوصفاتنا الرمضانية. وهلا وصلنا لتاني فقرة من فقرات ملح وبهار. بأول فقرة حطينا الدجاج بالفرن، حطينا الصفوف بالفرن، بضل في عنا الرز للدجاج، وفي عنا الصلصة بعد للدجاج. كمان وكمان بدنا نحضر شوربة البامبكن أو شوربة اللقطين. خلينا نبلش بشوربة اللقطين. عندي طنجرة على النار، رح احط لكين طنجرة، رح نحط فيها زيت نباتي، رح نقلي بصل، رح نقلي ثوم، رح نقلي بطاطا. هيدي الخضار كلها رح نقليها مع بعض. لكن خلينا نشوف مكونات شوربة اللقطين، رح تشوفوها قدامكم على الشاشة. رح نبلش بالبصل، رح افرم البصل جوانح. وهون بدي لكم شغلة، ما بهم كيف ما فرمت البصل، لأنه كله رح يرجع ينطحن بالمطحنة الكهربائية. لكن عندي بصلة، رح اجيب أيضا كمان حصين من الثوم، رح حطهم ايضا مثل ما هن الان رح ينطحنوا، منقلبهم. وبهالوقت شو رح اعمل؟ كمان رح استعين بطنجره ثانيه. شو رح اعمل بالطنجره الثانيه؟
رح اعمل فيها الصلصة ورح احط طنجرة ثالثة، لكن صار في عندنا طنجرة اول طنجرة وثاني طنجرة وثالث طنجرة. ثالث طنجرة هيدي الطنجرة رح اجيب انا حط زيت نباتي لنحضر الرز الابيض المفلفل اللي هو كمان من منتجات شركة اليمامة. يعني خلينا شوي نشوف هالرز، هيدا رز عن جد صدقوني عالي الجودة. انا بنصح كل ست بيت تستعمل الرز الهندي من اليمامة. انا رح استعمل رزيتي بطبخاتي لليوم، حطيت مواد دهنية على النار، رح اجي ضيف دغري وراء المواد الدهنية، رح حط رز، رح قلبهم شوي للرزات، لكن منقلب الرزات بهيدا الشكل. هون الرز نحن رح نقدمه مع الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. رز على النار، شوربة البامبكن على النار، طنجرة جديدة كمان على النار منحط فيها من زيت النباتي، بالإضافة كمان لزيت الزيتون. رح نبلش نقلي أو نحضر هالصلصة الطيبة الشهية اللي هي صلصة الزيتون مع الدجاج المحمر الموجود بالفرن. لكن منقلب البصلات، منجيب الجزر، منحط جزر مع البصل، نستعين بالبطاطا كمان منضيفها بهيدا الشكل. وهلأ صار الوقت نجيب البامبكن. البامبكن أو اللقطين نحن فينا نجيبه بموسمه ونحطه بالتلاجة. هون أنا بدي أقول لكل ست بيت، بدي أقول لك شغلة، بموسم اللقطين جيبي اللقطينة أشريها قطعيها حطيها بكياس اسحبي منها الهواء وكبيها بالتلاجة، لأن طبعا خلال فصل الشتاء نحن نستعمل يخنة اللقطين، نستعمل أمرار اللقطين المحشي، شوربة اللقطين، وأيضا نستعمل كمان وكمان كيك باللقطين وكبة اللقطين. إذا بدنا نقعد نحكي اللقطين له كتير طبخات ووصفات. رح نجي نضيف اللقطين بهيدا الشكل ونقلبهم مع بعض. لكن برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا لنا هلأ من جديد، صار في عندي بطنجة على النار، في عندي بصل، عندي ثوم، عندي جزر، عندي بطاطا، وعندنا كمان من اللقطين منقلبهم. ورح جيب أنا بهالوقت ماي، حط للرز الهندي من اليمامة مي. برجع بذكركم لكل كوب من الرز الهندي بدنا كوب ونص من المي أو المرق. منقلبهم بهيدا الشكل ومنتركهم طبعا لحتى يغلوا. بس يغلوا منخفف النار ومنسكر على الطنجرة. كمان شو رح اجي اعمل؟ لكن رح نبلش بالصلصة، صلصة الزيتون للدجاج المحمر الموجود عندنا بالفرن. رح نبلش بالبصل جوانح، رح نضيف البصلات للمواد الدهنية الموجودة عندي بالطنجرة، طبعا بعد ما كنا حاطين من زيت الزيتون مع زيت النباتي. رح نقلي البصل، رح نضيف ايضا وايضا من الجزر. انتم عندكم بالمكونات اللي شفتوها قدامكم للدجاج المحمر في بقلبه ورق غار، فيكم تحطوا كمان من ورق الغار، ما عندكم اي مشكلة. حطينا لكن بصل على النار، منقلبهم مع التحريك المستمر. وبهالوقت انا ببلش حضر، يعني شو بدي اخبركم، روايح شهيه. خلينا نشوف نحن شو صار في عنا بالفرن. بالفرن كل شيء تمام، الدجاج الصفوف عم بيستووا على نار هاديه. هون طنجره على النار، رح نجي نضيف كمان عندي من الجزر لهالوصفة، رح نحط لها جزر. بضل عندي أيضا وأيضا من البروكولي، عندنا كمان من الثوم، كله بيعطي نكهة ومذاق رائع لوصفتنا. كمان رح نستعين بالبروكولي. لكن صلصة الزيتون للدجاج المحمر، برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، حطينا طنجرة على النار في بقلبها زيت زيتون مع زيت النباتي، قلينا بصل، قلينا جزر، قلينا من البروكولي، كمان وكمان رح نضيف الثوم بس لتتحمر شوي هالخضار. رح نرجع نضيف الزبيب، رح نضيف رشة طحين. ليه بدنا نضيف رشة طحين؟ لحتى تتماسك عندي هيدي الصلصة. هلا صار الوقت لحتى نضيف كمان مثل ما شفتوا ضفنا الزبيب لهالوصفة. يعني شو بدي خبركن، عن جد روايح جدا شهية ورائعة.
طبعا نحن اليوم عم نحضر طبخاتنا وصفاتنا برفقة اليماما من كارفور سيتي سنتر بيروت. يماما عن جد نحن وياها يا جماعة عشرة عمر. دبس الرمان، رب البندورة، الكاتشب، خل التفاح، خل العنب، خل البلسمك وغيره 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 من المنتجات، بالإضافة كمان لصلصة البيتزا وصلصة الباستا من اليمامة. أنا شخصيا بنصح كل ست بيت تستعمل منتجات يمامة. لكن هون مثل ما شفتوا حطينا الزبيب، حطينا الثوم، وهلأ صار الوقت لحتى نضيف كمان الزيتون الأخضر المقطع اللي بيعطي أيضا وأيضا نكهة لهالطبخة. هون نحن شو رح نعمل؟ رح اجي انا بهالوقت كمان بعد ما حطيت كل المكونات، لكن شوربة البامبكن، بصل على النار، زيت نباتي او زيت زيتون، ثوم قليناهن، حطينا جزر، حطينا بطاطا، حطينا لقطين، وهلا صار الوقت لحتى نضيف مرقة الدجاج كمان. بنحركهم مع بعض وبنتركهم لحتى تستوي هالخضار البطاطا مع اللقطين. اما بنرجع نجي للطنجرة عنا على النار. هلا انا رح استعين بالطحين، لكن مثل ما عم بتشوفوا ضفت من الطحين، رح اجي ضيف منقلبهم شوي الطحين مع المواد الدهنية لحتى ما تكعزل عندي هيدي الصلصة. رح استعين بالعقدة الصفرة، يعني اليوم نحن صفرتنا كلها دخلها عقدي صفرة من الصفوف. حضرنا الصفوف بأول فكرة من فكرات ملح وبهار، وهلأ رح نضيف الكزبرة المطحونة كمان بناخد نكهة ومذاق رائع. رح اجي ضيف بعد ما ضفنا، بدنا ننطر شوي مثل ما خبرتكم لحتى نشم ريحة البهارات. نحنا إذا حطينا البهارات بعد ما نحط المي ما بنستفيد شيء، لازم نحط البهارات، نشم ريحة البهارات، بعد ما نشم ريحة البهارات منضيف نحن لقلها مرق الدجاج، أو فيكن تحطوا مكعب ومي ما عندكن أي مشكلة. طيب منضيف الميات أو المرق بهيدا الشكل. نرجع نستعين بعد ما حطينا، يعني شو بدي خبركن هالروايح، رح ضيف الحليب أو فيكن تحطوا من كريمة الطبخ. أنا حطيت حليب لأن بتعرفوا اليوم مش عطول عم نلاقي حليب بالأسواق، عفوا مش عطول عم نلاقي كريمة بالأسواق. بيجي للخل، بحط نقطين من الخل من اليمامة، منحط ملح، وهيدي هي صلصتنا صارت جاهزة عنا. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلأ من جديد، نحن هون في عنا صلصة الزيتون. صلصة الزيتون تركينا تستوي، عنا بالفرن الدجاج المحمر، عنا شوربة البامبكن، وأيضا في عنا الرزات. بالعودة لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت، طبعا برفقة يماما. يعني شو بدي خبركم هالأجواء الرمضانية الرائعة حوالي بالكارفور سيتي سنتر. طبعا عندنا كمان منتجات اليمامة رفيقتنا ورفيقة برنامجنا، وفقرات ملح وبهار. بأول فقرة من فقرات ملح وبهار حطينا بالفرن نحن الدجاج، طبعا عندنا الدجاج مع صلصة الزيتون، عندنا الصفوف صار جاهزة عندنا، وعندنا شوربة البامبكن أو شوربة اللقطين. رح دغري أنا وياكم ننهي شوربة اللقطين، نحط لها الملح بالإضافة كمان للبهار، بس طبعا بدنا نطحنها بالأول. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلأ من جديد، حطينا طنجرة على النار عم نحكي على شوربة اللقطين. حطينا مواد دهنية، زيت زيتون، زيت نباتي، حطينا بصل، ثوم، بطاطا، جزر، بالإضافة لللقطين. كمان حطينا من مرق الدجاج وتركناها كلها تغلي مع بعض. ومثل ما عم بتشوفوا نحن هون وصلنا لنهاية طحن هالشوربة بعد ما ملحناها ولا بهرناها بهيدا الشكل. لكن بهالوقت أنا كمان بحط زيت نباتي أيضا على النار لقلي الدجاج،
لأن عامل شوربة اللقطين بصدورة الدجاج المسحبة مثل ما عم تشوفوا كيف عم نطحن نحن هالشوربة. يعني شو بدي خبركن، ريحتها عن جد رائعة وشهية. هيدي الشوربة صارت جاهزة عنا، بعد بدنا نحط لها الملح والبهار. بس بهالوقت شو رح أعمل؟ رح أخذ من الدجاج المسحب، قلي صدورة الدجاج مسحبة بهيدا الشكل، بنقدمهم مع الشوربة. شو رح أعمل أنا؟ رح أجي أخذ من الفلفل، رح أحط فلفل للشوربة. يا سلام على الريحة الطيبة والشهية. كمان رح استعين بالملح من اليمامة بهيدا الشكل. هون صار في عندي شوربة البامكن جاهزة، وهون في عندي الكروتون. هيدا الكروتون أنا حطيته بالفرن، حمصته، جبت خبز توست طري، قطعته روندلات بهيدا الشكل وحمصته بالفرن جاهز لحتى حطه كمان على وجه الشوربة. طيب الصفوف كمان جاهزة عندي، صينية الصفوف اللي حضرناها بأول فقرة من فقرات ملح وبهار. خلينا نجي نحنا نشوف شو صار في عنا بالصفوف. خلينا نشوف نحنا قطعة من الصفوف كيف صارت. هيدي الصفوف بهيدا الشكل. أنا رح إجي بدي أقطعها، يعني ريحة جدا رائعة للصفوف. رح أخذها بهيدا الشكل، رح نحطها بهيدا الصحن. أوكي، خلينا نقلب الدجاج على النار كمان بهالشكل، دورة الدجاج المسحبة. منطفي طبعا تحت الشوربة. هاي الشوربة صارت جاهزة عنا. أنا رح جيب قشطة، لكن برجع بذكر كل المشاهدين عم نحضر الصفوف، فيني مثل ما خبرتكم احشيها قشطة بهيدا الشكل، وارجع جيب كمان حبة تانية أيضا من الصفوف حطها بهيدا الشكل. لكن هون مثل ما عم بتشوفوا في عندي الصفوف بالقشطة، هالطبق المميز، وفيني اجي كمان زين بزهر الليمون. اوكي، رح اجي للشوربة، شوربة البامبكن، رح اسكبها بهيدا الشكل. يا سلام، رح نحط لشوربة البامبكن، رح اخذ من صدورة الدجاج كمان نوزعهم بقلبها، بيعطوا نكهة ومذاق رائع. فيكن انتو كمان ما تحطوا دجاج، هون بلكن حسب الرغبة وحسب ما انتو بدكن، ما في اي مشكلة. منطفي النار، كمان منحط كروتون بهيدا الشكل على الوجه، وهيدي شوربة اللقطين. منحط ايضا بقدونس بهيدا الشكل. هون في عنا الرزات اللي حضرناهن ايضا باول فقره من فقرات ملح وبهار. رح اسكب الرز بهيدا القالب انا، ورح اجي على الفرن جيب الدجاج. الصلصه جاهزه على النار. طبعا برجع بذكركم الصلصه هي عباره عن بصل عن ثوم، قليناهن مع بعض، رجعنا ضفنا الجزر، ضفنا بالاضافه لالون الزيتون، حطينا الزبيب كمان من العقده الصفراء، كزبره مطحونه، رشه طحين لحتى تكمش عندي الصلصه، كمان حطينا مرقه الدجاج وتركناها لحتى كلها سوا تغلي مع بعض. هون لكن مثل ما شفتوا هول الرزات سكبناهم بهيدا القالب كمان. اوكي، رح اجي شوف شو صار بالدجاج، اخذوا هاللون الحلو وصاروا جاهزين عنا. انا رح اخذ كمان، منحط ايضا من الفخذ بعد ما كنا مدخلينهم باول فقره من فقرات ملح وبهار على الفرن،
وصفة رمضانية عن جد مميزة وشهية. لكن هلأ صار الوقت لنحط الصلصة. هيدي هي صلصة الزيتون بهيدا الشكل، مع البصل، مع البروكولي، مع الجزر، روايح، شو بدي خبركم، غير شكل طبق لسفرتنا الرمضانية. لكن برجع بذكر كل المشاهدين، هول هن كانوا وصفتنا لحلقتنا لليوم. كان في عندي شوربة اللقطين، كان في عندي الصفوف، بالإضافة كان في عندي الدجاج بصلصة الزيتون. وصفتنا إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم. أكيد ما تنسوا تفوتوا تعملوا لي فولو على إنستغرام وتشوفوا كل الفيديو اللي عم ننزله نحن يوميا خلال شهر رمضان المبارك. وانطروني بكرة بوصفات جديدة رمضانية مميزة، وإلى اللقاء. شيف حسين عبد الساتر، شكرا كثير لك على هالاكله الرمضانيه الطيبه. بنشوفك بكره بحلقه جديده مع طبخه جديده بالاشتراك مع يا ماما.